أعداء بيعتك المقدسة يا رب مثل كل زمان. والآن أذلكم حل تعظيمهم عرفكم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم. يا الله الذي بدد مشورة أخيته. أمين. قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ترجات ربات يصنعون وراءك. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا لتاني واخر فقرات الحوار لهذا اليوم وهذا الاسبوع. الحقيقه في مجموعه من الاستفسارات جات لنا خلال الايام الماضيه، واستثمارا لعيد الام والام كعماد للاسره وسلامه هذه الاسره والفكر اللي بتتبناه الاسره اي اسره، وأيضا سلامة إيمان الكنيسة أمنا كلنا. تعالوا نعمل رحلة كده لطيفة مع ضيفين عزيزين جدا علينا. أولا بيشرفنا وجود دكتور أشرف جبرة، دكتوراه في العلوم اللاهوتية، الأستاذ والمحاضر. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. الله يخليك. أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين. أهلا بيك يا فندم. كمان بيشرفني جدا يكون معايا الأستاذ مينا سليمان المحاضر بأكاديمية أرسطو. أهلا بك يا أستاذ مينا. أهلا معاك يا أستاذ زايب، وأهلا بدكتور أشرف معنا. دكتور برضو بيحاضر في أكاديمية أرسطو برضو، حاجة جميلة خالص يعني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة هو في أربع محاور كبار بتنتظم عدد كبير من الاستفسارات. خلينا نخش على طول في أول محور منهم يا دكتور، وهو مثلا على سبيل المثال في آراء كتير بتتقال بعضها حديث وناس تبقى مش عارفة تفرق يعني مثلا عندنا سؤال بيقول هل آدم وحواء هم أول ناس خلقهم الله؟ هل هم أول خلق الإنسان ولا كان في قبلهم ناس ولا إيه؟ طيب احنا نبدأ من الأول من الكتاب. احنا كلنا نؤمن بالكتاب وعصمة الكتاب ووحي المقدس، وفي آيات كتير كل الكتاب موحى به من الله. فبالتالي هو ده مرجعنا. وبعد كده ناخد الفرضية دي، هي كلها فرضيات الحقيقة، ما فيش أي أدلة أثار أو حفريات أو ثبتت أو حاجة علمية. حاجة علمية ما بتدرسش في أي حتة، فبالتالي هي فرضيات. الفرضية فكرية يعني، وهي نرجع يعني من بدايتها، هي ابتدت تطلع من القرن الـ18، آخر القرن الـ18 يعني 1790 مثلا، اللاهوت التحرري وما بعد اللاهوت التحرري. ما بعد اللاهوت التحرري طلع حاجة بروجريسيف كريستيانيتي اللي هي المسيحية التقدمية، وابتدت تطرح دي مع وجود اللاهوت التحرير ده. اللاهوت التحرير مع وجود مدارس النقد، وخاصة النقد الأعلى، الكتاب المقدس الأعلى والأدنى. الأدنى مفيد، إنما الأعلى بيبدأ يسأل أسئلة في أي حاجة يشكك فيها، فبيطلع فرضية. والفرضية تودي الفرضية، بيسموها الاستدلال الدائري. فتقعد تخش في دائرة في دائرة في دائرة، وهي كلها يعني ملهاش أي دليل يعني. وبعد كده جات بقى بعد كده النيو ثوت أو الفكر الجديد، وتدرجت في القرن 19، وبعدين تدرجت الى
العصر الجديد اللي هي نيو ايدج موفمنت. هل يعني احنا بقى يا فندم عندنا رد من الكتاب المقدس؟ طبعا اقرا لك شويه ايات والمدارس. طبعا فضل. انا عندي كتاب للعصر الجديد يعني فهي جايه من هنا كله كده فرضيات. فلو لو فرضنا ان ادم كان يعني هو خدوه واحد من الخليقه يعني خد يعني كنموذج او كده يعني بيقولوا ان في خليقة قبل كده يعني طيب هو خلق ادم ليه؟ ما كان خد من الخليقة صحيح. ايه اللي خلاه يخلق ادم؟ ولو خلق ادم طب خلق حواء ليه من ضلع ادم؟ ما كان خد من الخليقة القصة دي كلها يعني لازمتها ايه؟ لازمتها ما كان ياخد اتنين وبعدين هم فين؟ التناسل هو الخط الكتابي موجود يعني هنشوف العهد القديم وفي العهد الجديد كمان بيأيدوا كلام السيد المسيح فبالتالي ما فيش اي لبس فيها يعني يعني ممكن نبدا نقرا كم ايه كده من اول التكوين الخلق الاصحاح الاول وبعد كده بيركز على الانسان خلقه الانسان في الاصحاح الثاني يعني في تكوين واحد مثلا 26 وقال الله نعمل الانسان على صورتنا وشبهنا يبقى ده اول انسان قبل يعني هو يعني قبليه لو كان عمل انسان ما كانش هيقول نعمل الانسان فالانسان هو على طول ايه 26 يبقى مفيش اي انسان قبل خلقة ادم يعني على صورة طبعا ممكن نوضحها بعد كده صورة ادبية يعني في في الحرية في الارادة في العقل بصيغة صغيرة يعني فيكون هو بالآية دي نعمل الانسان يبقى اللحظة دي اول خلق في آية 28 وبركهم اسمروا واكسروا واملأوا الأرض يبقى التناسل جاي عن طريق آدم وحواء وبداية من وباركهما دي وباركهم قدام قال لهم اكسروا واسمروا أي في نسل للبشر نسل مش جاي من حتة تانية هو نسل عن طريق التناسل بين رجل وامرأة فيبقى أصل البشرية إنسان واحد جنس واحد وهو آدم وحتى في الآية دي بيقولوا واكسروا واملأوا الأرض فبرضو الأرض يبقى كوكب الأرض مش في كوكب آخر يعني يبقى هو محدد يعني في اتنين التكوين برضو 2-4 هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات فيبقى العمل كله تم في اللحظة دي في اللحظة يعني كمان مهد للإنسان بقى النور والشمس والقمر والمياه والنباتات والحيوانات كل ده في الخمس أيام اليوم السادس الأول الحقبة يعني السادسة جاب آدم بعد ما جهز له كل حاجة يعني في 2-7 وجبر الرب نفسا حية يبقى هو عملها ليه عمل الأرض ويحفظها ففين حواء جات عن طريق ادم فكان جنس واحد مش جنسين يعني هو جنس واحد وهتلاقي في ايه في العهد الجديد هتلاقي دم واحد يعني هم يعني انسان هم حتى يكون انسان واحد فاللي بيقول كده بيفترض فرضيه ادم طب ما جابهاش ليه من الخليقه القديمه حواء نفس الكلام بيسلسله برضه تزوج منين قايين مثلا ما كان برضو جاب من الخليقه والخليقه دي فين يعني وقتها كان بيتجوزوا الاخوات يعني لغايه موسى لغايه موسى حتى ابراهيم كان مراته ساره يعني كانت بشكل ما تعتبر يعني غير شقيقه اخته غير شقيقه يعني يعني طب خليني اسال استاذ مينا برضو من الاستفسارات هل ايه اللي يعني هل هناك ما يمنع وجود اخرين قبل ادم وحواء؟ بص يا ذئاب هو خليني برضو قبل اي حاجه اللي بيسال السؤال او اللي بيطرح الاطروحه ان كان هو واحد غير مؤمن او مؤمن يعني واحد قال انا لو مسيحي مثلا او انا مؤمن بفكره ان ادم التاريخي فعلا هو اول البشر ولا لا عن ان انا واحد مش مؤمن ده كل يعني ده حتى يعني اليهود والمسلمين وكده عارف ان ادم هو اول انسان يعتبر خلقه ربنا تمام اما لو غير مؤمن بالفكره خالص لاي سبب ما ده طرح اصلا حتى طريقه الاجابه بتختلف
لان هو بيتبني افكار وحتى الاجابه بتاعته بتختلف. لكن مثلا انا لو مسيحي ليه بطرح الفكره؟ يعني ليه انا بطرح واقول ان ادم مش اول مثلا البشر خليقه الله؟ لو انا واحد مؤمن مثلا وبقول كلام زي كده، طب هل ما يثبت في الكتاب المقدس عموما ان هو ادم هو الاول؟ بالفعل هو قديس لوقا الطبيب لما كتب سلسله الانساب المسيح ارجع ان هو قال كده ابن انوش ابن شيس ابن ادم ابن الله. يعني ما فيش قبل صح ثلاثة في الا يخلي يبقى في قبل كده وما نجيبش سيرته، وجاب اولاد ادم اللي هم موجودين في سفر التكوين اللي هم في النسل بتاعه الطبيعي اللي هو نسل ادم، فجاب شيس وقبليه انوش ورجع ادم لابن الله. فالموضوع هنا بالنسبه لنا كعهد جديد وككنيسه اولى اللي هي النواه الاولى اللي مشيت عليها الكنيسه موجوده. برضو الرسول بولس اللي هو مارس وابتدى يبشر ويكتب رسائل قال نفس الكلام، يعني هو برضو بيقول كده لان ادم جبل اولا ثم حواء. وبعدين كمان انا هقول حاجه، الكتاب المقدس نفسه لما ربنا خلق ادم اخذ من جنبه لما اعطاه جعله في حاله من السبات اللي هو النوم الشديد والعميق، وخد منه حواء اللي هو ضلع من اضلاعه. فهنا الكتاب اوضح الموضوع. فانا كمؤمن حينما اقول هذا انت كده بضرب الكتاب المقدس، يبقى انا بحط دماغي فوق الكتاب او انا ببقى اعلى من الكتاب لمجرد ان انا بقول اي فكره او اخدت برايي اي راي. وده طبعا مش صح. طبعا الرسول بولس طول الرسائل بتاعته بيتكلم عن الموضوع ده، بيقول هنا دف الرساله الاولى لتلميذه تيموثاوس قال ان ادم جبل اولا ثم حواء، وبعد كده برضو في نفس الرساله بيقول وادم لم يغوى بل لكن المراه اغويت فحصلت في التعدي، حتى بيشرح فكره الخطيه اصلا ان ازاي حواء جربت اولا ثم ادم. فهنا بيتكلم برضو هنا الرسول بولس واحد كان دارس فلسفه غير انه دارس هو انسان فريسي دارس الاسفار العهد القديم واقوال الربيين اللي كانوا موجودين الحاخامات، فانسان فاهم مع الفلسفه مع كله، فهو ملم بكل شيء. بس بالرغم من ده كله ان هو انقاض او كان مقودا من الروح القدس حينما كتب. وبرضو نفس الشيء القديس لوقا لما كتب سلسله الانساب كتبها زي ما هي. طبعا الرسول بولس كاتب في اماكن اخرى زي ما كتب في رسالته لأهل كورنثوس الأولى صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا، إنما كان يتكلم عن قيامة المسيح. طبعا في حاجات تاني برضو ممكن نكلمها في قدام شوية. الرسول بولس كان بيتكلم في الموضوع. يعني آدم الأول حضرتك تقصد آدم الأول يبقى هو أول الخليقة، هو آدم مش بالمعنى الرمزي. لحسن حد ممكن يقول لك إن مجرد ده الإنسان الأول اللي هو أيام مكان، لكن هو لا، هو آدم التاريخي. آدم المقصود بيه آدم اللي هو الإنسان اللي كان اسمه آدم اللي هو أول واحد اتخلق، اللي خلف قايين وهابيل وده قتل ده، وبعد كده شيث وبعد كده أنوش، وكمل التسلسل إلى أن جه منه المسيح فيما بعد. الدكتور أشرف طرح كمان طرح برضو مهم قوي، ما احنا كمان برضو من حقنا كمان يعني نفترض فرضيات تدحض الفرضيات التانية. قال لك هو فين الناس التانية؟ يعني طب آدم مثلا كل من الشجرة، طب الناس التانية إيه؟ فضلت في فردوس؟ خرجت هي كمان معاهم؟ طب راحت فين؟ طب ما كان اكيد يعني ربنا حي. وزياده على كده ان هو لما كان في ناس تانية ليه الله اخذ حواء من جنب ادم؟ بالظبط ليه الخالقه طلعت بالشكل ده؟ والا هنا يبقى ما فيش سبب خالص هنا. صحيح. يبقى في اشكاليه. والله هنا عمل حاجه مش طبيعيه. منين انت خلقت؟ والخلقه اللي انت خلقتها يا رب في البدايه ده حسب زعم البعض اللي بيقول كده، يبقى انت خلقت ناس كتيره جمله كده. وطريقه الخلق هنا ما بقتش من التراب بقى. هنا ما كانش اللي هو الله لما اخذ من التراب وبعدين نفخ فيه اللي هو النفس الحيه وهكذا كميه الحياه. صار ادم نفسا حيه واحد بس. بالظبط. وبعد كده لما كان ادم وحيد وبص للحيوانات. كان وحيد ليه لو كان في ناس تانية؟ صحيح قبليه. ودي كمان في الآية إن آدم وحيد. أيوه. أما فين الناس الباقية؟ أيوه صحيح. طبعا ده برضو بيرد إن أنا إزاي بفكر ده لو مؤمن. أما غير مؤمن بقى بيبقى واخد أفكار ربما ليه قناعات معينة، تأثر بفلسفة، تأثر بعالم العلماء لمجرد طرح. واللي هم العلماء بيبقى عندهم فرضيات وكل واحد ليه حاجة بيستند ليها إلى أن يثبت العكس.
يعني مثلا واحد زي كان من ضمن الفلاسفة المشهورين في العصر الحديث اللي هو السير أنتوني فلو، ده واحد مشهور كان بريطاني ودارس فلسفة، قعد سنوات طويلة اللي هو واخد الداروينية للإنسان تدرج إلى أن وصل للإنسان، ما كانش أصله إنسان، ما تخلقش إنسان، إن قرد في الأول أو الكائنات الشبيهة دي. فهو طلع كتاب قال لك كده There is no God، لا يوجد إله. وبعد ما توصل في آخر الحياة ثبت لي وعرف أن الكتاب المقدس هو الصح، وكتب وراح جاي لاغي الكتاب وقال لك There is a God، شال كلمة نو اللي هي ما فيش وحط a God اللي هو أثبت أن الله موجود، ورجع تاني إيمانه بالله. فمش كل عالم بيقول فرضية يبقى صح. فده بيخليني برضو أن أنا الكتاب المقدس الأول وهو اللي أنا بمشي عليه، وأي حاجة تاني ثانوية جنب منه. العلم ساعات بيقول حاجات صح وساعات بيقول حاجات غلط. صحيح. مش كل العلم مش موحى به، ولكن الذي أوحي إلينا هو الكتاب المقدس وهو الثابت إلى الآن. طيب نخرج نشوف جزء كلمة لنيافة أنبا أنجيلوس، ونرجع برضو نسأل في حتة، في ناس بتقول إن أدم وحواء دول أسطورة أصلاً، يعني مفيش حاجة اسمها أدم وحواء، بالرغم من حضراتكم قلتوا دلوقتي السيد المسيح لو المجد ما قالش مثلاً زي ما قال الأمثال، يعني ما قالش إن دي قصة مثلاً افتراضية أو كده، لا تكلم عنهم كأشخاص يعني. بس أعرف برضو رأي حضراتكم. وكمان نقطة مهمة، هل ده خطر على الإيمان لما نفترض الافتراضات العجيبة دي ولا إيه؟ بس نشوف كلمة لنيافة أنبا أنجيلوس، تفضل. كنيستنا القديسة الأرثوذكسية كنيسة عريقة وأمانها ثابت، من ماري مرقس لبابا تواضروس، ونسلمها لنهاية الأجيال ببركة ونعمة المسيح وبحراسته. لذلك يستحيل أسقف في الكنيسة القبطية يقول الكتاب المقدس أساطير، دي حقيقة مستحيل. دي فكرة غربية، بعض اللاهوتين الغربيين اللي هم بيؤمنوا بالهاي كريتيسيزم اللي هو النقد الكتابي العالي، فيقولوا أول 11 أصحاح في سفر التكوين أساطير، ودي نحن نحرمها ونقول كده محروم من فم الثالوث القدوس من يكون 11 إصحاح أساطير أو الكتاب فيه أساطير. يعني سيدنا أنبا أنجيلوس برضو بيتكلم في نفس الموضوع، يعني فكرة أنه اللي بيقول الكتاب المقدس ده أساطير وأنه ما ينفعش، وأنه يعني احنا مثلا شفنا قصة يونان يقول لك فيش حاجة اسمها كده، وبعد كده العلم فين اثبت لا ده في حوت ممكن عنده غرفة هوائية وممكن انسان يعيش فيها وكبيرة وكده. حضرتك تقول ايه دكتور اشرف على يعني اصحاب هذا الفكر انه القصص دي اسطورية، وانه الانسان برضو نظرية التطور بتاع داروين زي ما قال استاذ مينا؟ هو أولا الأفكار دي بتطلع من بعض الأمور اللي بتظهر جديدة، يعني وإحنا عندنا إثباتات من صحة الكتاب، مثلا من ضمنها الآثار والحفريات. صحيح. فالحفريات دي شغالة على طول، فلما بيطلع جزء أعتقد هم واخدين من كده إن هم يجي يلاقي ديرس مثلا زي إنسان نبراسكا مثلا، فيعملوا بالكربون ال 14 يطلع ده بقى له كذا ألف مليون سنة مثلا، فيطلع كان في إنسان، فبالتالي بتاخد الفكرة دي وتطبقها بقى، ترجع الكتاب تلبسها بالعافية كده عليه. والحقيقة بعد تحليل بقى العلم بيتطور برضو، فحللوا تاني طلع ان هو ضرس اللي خنزير بري، ما هوش ضرس إنسان. بعد 104 سنة يعني قعدوا 104 سنة يقولوا ده إنسان نبراسكا، وبعدين طلع إن هو مش إنسان ده خنزير. فبالتالي هي الأمور اللي بتستحدث ده. العلم طبعا مفيد وإحنا بنستفاد بيه وكل العالم بيستفاد بيه، والكتاب بيأكد الكتاب مش كتاب علمي، هو كتاب خلاصي من أول خليقة لغاية الرؤية في الحياة الأخرى، انما لما بيتعرض لشيء علمي بيكتبه مظبوط، زي ما هو مش كتاب تاريخي بس لما بيكتب التاريخ بيبقى كتاب مظبوط يعني. وبعدين يعني حتى لو حد مؤمن يعني، طب ده حتى السيد المسيح قايلها، هل هنكذب بقى يعني؟ ده كمان يعني مش بس في التكوين، ده موجوده في زي دكتور مينا ما قال يعني في العهد الجديد وفي بولس. يعني السيد المسيح في متى 19 بيقول 4-5، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله.
ما قالش ان هم كتير، ما قالش ان هم ما كانوش موجودين اصلا ودي اسطوره. وبعدين ده بيؤكد بقى اللي هو في التكوين، هو الكلمه صح. هو اللي فهي بتطلع يعني، او مثلا في كورنثوس الاولى 15 انسان اول من الارض، ولما بيعمل مقابله بين الانسان الاول والانسان الثاني، فبالتالي هو ادم اول انسان. وما فيش هناك بشر قبل ادم، لا في العهد الجديد ولا في العهد الجديد ولا في حفريات ولا في امور علميه يعني. وحتى لو رجعنا للاباء كتبوا برضو كتير، منهم مثلا اقتباس للقديس كيرلس الكبير في مقاله ضد الوثنيين، هكذا تماما كان الانسان الاول الذي كان يسمى بالعبرانيه ادم. ايوه واضحه. يعني ما حدش بيختلف بين المؤمنين الكنائس شرقا وغربا. فكره العلم دي اللي حضراتكم تفضلتوا بجمله رائعه بصراحه، فكره العلم كل ما بيتقدم بيثبت الصح. ابقى بالظبط. يعني مثلا ايه من ضمن الايات، الجالس على كره الارض. طبعا حضرتك عارف انه في القرون الوسطى في ناس اعدمت، من ضمنها جاليليو مثلا، لانه قال ان الارض كرويه وانه هي مركز الكون بعد كده فين بقى العلم اثبت؟ مش العكس يعني، العلم وقتها ما كانش بيقول كده. لو كنا صدقنا اللي بيقولوا العلم وقتها وقلنا الكتاب مش مظبوط حاشا. طيب دكتور مينا، انا هستاذن حضرتك نروح نشوف برضو كلمه نيافت امباسيرابيون موتران لوس انجلوس وتوابعها، ونرجع نقول بقى عشان نختم المحور ده، هل هذا خطر على الايمان؟ فكره ده اسطوره، مفيش حاجه اسمها كده. ادم وحواء كان قبليه في ناس، الانسان كان اصله قرد، وده نتاج طبيعي للتطور. الافكار دي خطورتها ايه؟ اتفضل. للاسف انا في البعض بيفصل الاصحاحات الاولى، ال 11 اصحاح الاولين في سفر التكوين، ان دي قصص رمزيه ومنها قصه ادم. لكن نحن نؤمن أن آدم شخصية حقيقية. السؤال هنا ما أهمية هذا الإيمان؟ فإن كان الإنسان بيؤمن بالكتاب المقدس يبقى إذن الكتاب المقدس واضح، فبيذكر لنا إزاي آدم خلق، إزاي خلق الله، وإزاي خلق منه حواء، وإزاي آدم عاش في جنة عدن، وأين كانت جنة عدن، كل ده في سفر التكوين، وإزاي الإنسان سقط، وإيه العقوبات التي نالها الإنسان عندما سقط. لم يذكر الكتاب المقدس أي شيء يشير إلى أنه آدم كان شخصية رمزية. صحيح في الكتاب المقدس قصص رمزية، بعض القصص الرمزية فيها أمثال، في أصفار شعرية رمزية زي سفر نشيد الأناشيد. أما من جهة آدم فلم يذكر أي شيء يشير إلى أنه هو كان شخصية رمزية. النقطة الثالثة والمهمة هي أن سقوط آدم أثر على الجنس البشري كله، زي ما بيذكر قديس بولس في رسالة رومية إصحاح 5 عدد 12، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. 5 عدد 14، ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. وفي كورنثوس الأولى صح 15 عدد 22، لأنه كما في آدم يموت الجميع. ولو كانت هذه أمور رمزية يبقى إذن الخلاص من خلال التجسد والموت على الصليب أيضا أمر رمزي، لأن الكتاب عمل مقابلة ما بين آدم الأول وآدم الثاني. فلو كان آدم الأول شخصية رمزية بالتالي هيكون آدم الثاني شخصية رمزية أيضا. الحقيقة بشكر زمايلي مجهزين حاجات يعني كأن إيه، كأنهم قاعدين معانا بالظبط، وبيجيبوا إجابات من أحبار الكنيسة الأجلاء. أستاذ مينا اتفضل، إيه خطورة الأطروحات أو الفرضيات اللي جالنا بشأنها استفسارات دي على الإيمان وعلى الكنيسة؟ هو خليني بس أرجع النقطة ورا معلش، اتفضل. إنه هو فكرة الأسطورة، في ناس بتقول أسطورة لمجرد إن في حاجات في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين موسى القديس موسى النبي لما كتب
كتب بطريقة إن هي حاجة، عارف أنت بتبقى حاجة بتبقى على بعض كده باكج ما تفكتش. فهو كتب بطريقة إلى الآن العلم لم يتوصل في بعض الأمور. الله لما كتب أو لما جعل موسى كتب مش شرط إن أنا أكون فاهم دلوقتي كل حاجة طبعا. ولكن ساعات بنفهم قدام أو فيما بعض بنتوصل حاجة زي ديت. وعاوز أقول حاجة كمان، إن أنا مش شرط المعجزة اللي حصلت قبل كده أو الموضوع اللي هو كتب بيه ده إن أنا في يوم الأيام أفهم ده، لأن دي حاجة بتاعت خلق. أيه. الخلق هو من إبداع خالق مثلا يعني. هل أنا عندي الوعي الكامل كوعي الإله اللي خلق الخلق ده؟ أكيد يعني طبعا. مثلا من يونان عرفنا في قصة كانت شهيرة، الحوت يوناني اللي كان بلع حد وبعد كده اكتشفوا إن وجدوا حد في الحوت وظهر. الله أظهر لنا الفكرة ديت عشان نعرفها إن هي كانت حصل حقيقي. أيوة. ربما ما كانتش تحصل صح. وبعدين مثلا وفلك نوح لما قالوا ما فيش حاجة اسمها كده وقصة فلك نوح ده ما ينفعش، لقوا الجبل بتاع أرارات ولقوا الأثار بالضبط. ربما إن أنا ما كنتش أعرف وجه التحديد بتاع اللي تحود بتاع يونان. ومناسبة إن هو حتى الكلمة في اليوناني بتعني اللي هو وحش من الأعماق أو سمكة كبيرة. ربما يكون نوع من الحيتان بس. هو دي الكلمة في العبري. ربما ما نعرفش إن ده حصل بس هو حصل. واللي حضرتك بتقوله ده إن ده يظل بتاع ربنا بس مش لازم نفهمه، دي موجودة في أيوب 42 لما قاله تعالى بقى قول لي بقى انت عرفت الشمس بتتولد ازاي والنهار. تعالى اتكلمني. كمان ابسط حاجة انا عايز اقول لأي حد ان انا جوانا كل واحد جواه روحه الخاصة. احنا ليه لما بتوع التشريح والعلماء لما مش لاقيين الروح ديت، ما دي برضو بنسميها السر الالهي. يقولك حتى لما الواحد بينتقل يقولك السر الالهي خرج اللي هو سر اي مكتوم غير معلوم. ففي امور مش بتبقى معروفة. اما بالنسبة لما بقول داروين طبعا بتبقى حاجة سخيفة ان يقولك من الخلية الاولى او النواة الاولى. اي صدفه تصنع حياه يعني. ازاي الصدفه تصنع حياه وهي بتبقى حاجه معقده؟ انت ممكن بالحاجات الكيميائيه اصنعوا خليه لكن ما يصنعوش انها تبقى حيه. يعني ما يدخلوش عنصر الحياه. وبالدقه بتاعه الانسان والحكمه والعظمه ديت. وبعدين ازاي ربنا يقول نخلق الانسان على صورتنا وشبهنا ويقول الانسان اصله قرد ولا شمبانزي ولا ما يعني. هو كل واحد بقى على حسب ما هو يشوف يعني. كل واحد ما هل ده خطر يا أستاذ مينا في رأيك على الإيمان إن الإنسان يتبنى مثل هذه الأفكار؟ بالطبع هو الخطورة إن أنا كده ده واضح اللي بيبنى الفكرة كلها إن أنا مش قابل فكرة الإله. إن الإله الخالق ومش عاوز أصدق إن كان في خطية شيطان جاهد بيها ضد البشر اللي هو عدو الخير أو عدو الله أو عدو الإنسان. إن هو أعني فيها ومش قابل فكرة المرار اللي عاشت فيه البشرية إلى أن ظهر كلمة الله المتجسد ليرفع اللي هو بقى يقول عليه الرسول بولس اللي هو آدم الثاني أو اللي هو الرب من السماء اللي هو رفع كل شيء عن آدم الأول وارجع له ربيته الأولى وشال الخطية بتاع كل البشر ومات بيها عشان خاطر. فده الخطورة اللي أنا بتكلم فيها. وده الرسول بولس هنا برضو أرجع أقول لو انا بنسي فكره ان ادم الاولاني ما كانش موجود. الكتاب المقدس نفسه والرسول بولس في العهد الجديد لما بيقول كده بيوضح اللي بيقول ملك الموت من ادم الى موسى وكمل بعد كده وذلك على الذين لم يخطئوا على شيء بتعدي ادم الذي ومثال الاتي. وبعد كده بيمشي بيقول لانه ان كان بخطيط واحد ويقصد مين اللي اخطا. الكتاب يقول من البدايه واحنا ماشيين لحد النهايه ان هو كان ادم اللي اخطا في الاول. فبقول كده ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكثيرون اللي هو كل البشر. فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح اللي هو آدم الثاني. فهنا الخطورة إن أنت بتنسب فكرة الخطية وفكرة الإله اللي موجود وفكرة كلمة الله المتجسد اللي هو أصبح آدم فكرة الخلاص زي من يفت أم بس ربيون قال بالضبط. يبقى أنا نسفت ده كله. فده الخطورة إن أنت لغيت حاجة اللي هو
اللي هو وجود الله نفسه وجود البشر وبعد كده سقوط البشر وبعد كده فداء البشر ورجوع آدم إلى رتبته مرة أخرى. بيكمل بعد كده الرسول بولس بول كده: لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. وبيقول كده: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. برضو في كورنثوس الأولى 15 ده كان في رومية 5 بيقول كده: فإنه إذ الموت بإنسان اللي هو بآدم بإنسان أيضا قيامة الأموات اللي هو من خلال المسيح يسوع، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. فده كلام واضح. طبعا الرسول بولس او حضرتك كمان برضو لما قلت على حكاية الطريقة اللي اوحي بها الموسى، فكرة انه ازاي ربنا يتكلم عن ان الارض كانت خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وبعد كده يتكلم عن ادم. طب ايه المنطق اللي يجيب انه في حاجة في النص؟ يعني كانوا عايشين ازاي وكانوا عايشين فين لما ربنا هو بيقول لك انا مهدت ورحت على طول عملت كده وكان يوما واحدا وكان يوما ثانيا؟ تسلسل طبيعي. بالظبط، تسلسل طبيعي. طيب دكتور اشرف، عايز اسال حضرتك عن حاجه مهمه. هل الفرضيه اللي حضرتك قلت لنا عليها ديت، هل من الخطوره برضو ان فرضيه تسلم لفرضيه تسلم لفرضيه فيضيع الايمان خالص؟ يعني يمكن ده اللي كان برضو بيشاور على جزء من استاذ مينا. لا. يعني اذا سلمنا بان فرضيه سليمه ممكن نخش، يعني انا عايز اتكلم معاكم دلوقتي مثلا عن موضوع الشذوذ الجنسي او بيسموها المثليه الجنسيه، ما دي فرضيه برضو، انه مين اللي قال ان الاسره راجل وست ومين؟ هل هي كده الحكايه زي ما حضرتك قلت فرضيه دائريه عشان كده قلت كده؟ طبعا انا هقول نقطتين بس. بالنسبه للعلم الثابت، النظريات الثابته كله تمام، يعني احنا بنحترم العلم والعلم بيفيد وكل حاجه، والعلم مش ضد الكتاب. ده في اثباتات علميه بصحه الكتاب لما صبت. بنتكلم في صحه الكتاب يعني صبت. انما الفرضيات دي لناس معينه ممكن نجمعها في مؤسسات عالميه وحركات عالميه وتيارات وحرك، يعني بتدوب الايمان شويه عشان اهداف اخرى، وممكن تكون او مش ممكن، هي كده يعني وحده طوائف تبدا وبعدين وحده اديان تبدا وبعدين تخش على وحده الكون، يعني ده موضوع تاني يعني ان الله موجود في كل المخلوقات حتى لو كانت جماد يعني، ويبقى في وحده كون. وحتى بعض الناس يعني بيتكلموا على ان الله في كل حاجه، يعني في الترابيزه وفي الله في القطه وهكذا. فبالتالي هي سلسله بتؤدي دي الى دي، فهي الفرض الاستدلال الدائري ده اللي بيه. انما الايمان محفوظ وعندنا وعد، يعني ما حدش هيقدر عليه من السيد المسيح يعني. فبالنسبه للعلم مش ضد يعني يعني، وحتى هم بيصلحوا يعني. هو كل اللي بياخد فرضيه مش متاكد منها يعني. حتى لما قلت لك على فرضيه يعني قالوا ده الانسان ملهاش ايمان ثابت راسخ، ده انسان طلع خنزير بري او خنزير وحش وهكذا يعني. هي هم نفسهم بيصلحوا نفسهم يعني طالما ما ثبتتش يعني. وبالنسبه لداروين، هو في فرق بين التطور والتكيف يعني. ما حدش قال ان هو النمله هتبقى مثلا تترقى وتبقى قطة والقطة تترقى تبقى حيوان وهكذا، ما حدش قال كده يعني. وإلا فين المراحل المتوسطة يعني؟ من 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 كائن إلى كائن بيتحول على مدار سنين. فبالتالي هو هيتغير شكله على مدار سنين. فإحنا مش شايفين حد متوسط. الأجسام المتوسطة دي مش لينة، القطة حتة من قطة وحتة من بني آدم مثلا لو هيترقى من قطة لأسد، خلينا نقرب يعني. مش مفيش. فبالتالي هي الحاجات دي مش موجودة. التكيف في تكيف يعني. احنا عندنا مثلا درس العقل كان زمان بيستخدموه لما كانوا أكلهم غير أكلنا دلوقتي وكذا يعني. ممكن ازاي ده الدودية كان ليها فايدة زمان لما تمرت يعني. فممكن التكيف، واحد مثلا قاعد فوق مستوى البحر المسافة فالمناخير بتكبر عشان ياخد كمية أكسجين أكتر. التطور يعني ده تطور استخدام، لكن مش تطور في فهم الخليط. مش في النوع. أيوة. مفيش ترقي من نوع لنوع. يعني مفيش قرد وصل لإنسان. فبالتالي فين اللي في النص دول؟ طيب أستاذ مينا،
دلوقتي عايزين نتنقل بقى موضوع تاني برضو استفسارات بشأنه، وهو موضوع الشذوذ الجنسي، وانه الأمم المتحدة يعني تجمل هذا الأمر بأنه مثلية، وأنه وتفضل تفضل تفضل لغاية لما دلوقتي تقول اوعوا تعالجوا أو تقولوا عليه مرض. أيوه. فهل يعني الكنيسة ليه مش بتوافق على الموضوع ده، أو ليه شايفة أن ده خطية، أو شايفة أنه مرض، أو إيه بالظبط؟ هو في البداية الكنيسة ما بتعملش حاجة غير ان هي الكتاب بتاعها اللي هي اخدته وعارفين ان ده موحى به من الله و يعني كتبوه الكتاب العهد الجديد والعهد القديم مصفوقين من الروح القدس. فكل شيء انا باخده في الكنيسة من خلال ربنا او ما اوحي للتلاميذ والانبياء. فانا عندي في سفر التكوين نلاقي مشهد كده ان في اصحاح 18 ان ربنا إيه لما جه معاه ملكين وراح لأبونا إبراهيم وقعدوا، بعد ما قعدوا بعدين وهم ماشيين انطلق الملكين راحوا على سدوم سدوم وعمورة، وبعد كده ربنا قال كده هل أنا أخفي على إبراهيم عبدي ما أنا فاعل أو صانع، يكون أمة كبيرة بالضبط كده. وبعد كده ابتدى يقول لأبونا إبراهيم أنا هعمل في سدوم وعمورة وكذا 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 بسبب الشر بتاعهم، وكان الشر بتاعهم اللي هنعرفه بعد كده إن هم حتة الشذوذ الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية. فحتى أبونا إبراهيم ابتدى يتفاوض مع الله وقال له شريعته أن يكلم المولى وأنا تراب ورماد، طب لو في 50 واحد يا رب هتهلكهم؟ قال له لو في 50 واحد أنا مش ههلكهم. وابتدى يعني 50 واحد مدينة كاملة أو مدينتين عادي فاصل بقى، 50 واحد كانوا ممكن يبقوا شفعاء لهذه لهاتين المدينتين إنهم ما يتحرقوش، إلى أن وصل لعدد 10 بقى يفاصل معاه قال له طب روح وشوف، ملقاش 50 ملقاش 45 ونزولا إلى 10. وفي الأخير إن هم لما الملكين راحوا ليخرجوا لوط واللي كانوا موجودين كويسين ومراته بتاع، إن هم رجال المدينة اشتهوا إن هم يعملوا هذه الشر معاهم الشر ده معاهم. فهنا عرفنا إن بسبب الشر كان الحاجة دي اللي هو الشذوذ. وبعد كده يخرج وبعد كده تنتهي سدوم عمورة بسبب الخطية ديت. كان كفيل 10 كويسين في المدينة، ما كانش، ودي الخطورة بقى. أنا ليه أنا بندور إن إحنا ندور على توبة هؤلاء؟ لأن الشر بينتشر بسرعة وشيطان زي ما إحنا بنشتغل في الخير ونكرز عن ربنا والحاجات الكويسة، الشيطان بيشتغل بهؤلاء الناس بالكرازة بالشيء السيء. وده ببقى عامل زي انا لو عامل صندوق تفاح ولا بتاع علبه فيها واحده فسدت كله بيفسد، لو انا ما خدتهاش وعزلتها بيفسد لان دي الطبيعه. فكله ما كانش في عدد 10 كويس غير لوط اللي خرج فيما بعد، حتى امراته وبناته كانوا فيهم مشكله وبعد كده عرفناها. العهد الجديد برضو نفس الشيء، ما طب يمكن ده في العهد القديم ولا حاجة وربنا ما كانش موافق على حاجة معينة، يمكن الله غير فكره ولا حاجة في العهد الجديد. لا، الكنيسة في العهد الجديد عمل كده. الرسول بولس في رسالته لكورنثوس الأولى الأهل كورنثوس الرسالة الأولى اصحاح 6 بقولك لا تضلوا لا ذناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعوا ذكور، وبعدين يكمل لك يرثون ملكوت السماوات. يعني هؤلاء الفئات لا زالت بعيدة عن الله كل البعد، إن كان في الأرض وفي السماء أيضا. وفي مكان تاني الرسول بولس برضو إلى رسالته لأهل روما اللي هي روميا برضو كده بيكمل في البداية في الإصحاح يقولك لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، ولآخره بيكمل بيقول كده لذلك أسلمهم الله إلى هواء الهوان، ده الناس اللي أصرت على الشر، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اللي هو الزواج الطبيعي، اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق، وكما لم يستحسنوا أن يبكوا الله في معرفتهم. تصور حضرتك
ان كل الخطايا ديت خلت ان ما استحسنوش ان يبقى الله في معرفته وكان بند في الله من حياتي يعني ضد الله لك اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. كل ده بيخليني ان انا برضو امحو فكره الاله اللي موجود وان هو اله الهدف اله قدوس يعيش في القداسه الساكن في النور لا يدنى منه. أيه. فهو يرفض الخطيه ولكن يحب الخطاء الى ان يتوبوا. هو الله مش ضد هؤلاء لكن هو بيعمل على هؤلاء. فانا لو انا ما علمتش بالصح ودي خطيه او مرض روحي مش مرض عضوي على قد ما هو مرض عضوي او حد ممكن يدعي انه مرض عضوي لازم الاباء والخدام يسعوا ان هم هؤلاء يتوبوا. ففي دي نقطه مهمه جدا يعني. طيب المشكله دلوقتي يا دكتور بره مصر انه الموضوع تمأسس يعني بقى حق من حقوق الانسان في الميثاق العالمي بقى ممكن يتجوزوا بعض اتنين ستات اتنين رجالة فبقى مجرم ان حضرتك مثلا تقول وفي قصص لمدرسين وخدام فده خطر جاي على الكنيسة ولا ايه رأي حضرتك يعني ايه خطورة ده على الكنيسة؟ طبعا يعني موجود بره حتى ما تقدرش تبقى تعيب فيه او حتى تقول لقب له يعني يعني تقول انه غلطان او انه في جهات بتبقى بيتقبلوهم ويحققوا في الشكوى ويأذوا يعني الاخرين او حتى لو الاعلام دلوقتي بتاعتهم بتشوفها في كل المظاهرات وبيبقوا فرحانين بيها يعني. بس ده كله يعني خارج الكتاب والوصايا لانه في الاخر الاسره المجتمع ده اسر. ايوه. فهو حتى الفكره الغلط دي ما هي هتعود على المجتمع يعني هي ضد المجتمع السليم يعني. يعني هينتهوا. ما هو بره يا فندم في مجتمعات برضه نفت فكره الاسره من دماغها اصلا. طبعا. يعني ان الاطفال من وهم سن صغير قوي يبتدوا ياخد مكان لوحده ويعيش حياته ويحتفلوا بأول علاقة جنسية مثلا لبنتهم يعملوا احتفال كأن ده شيء طبيعي وفي الآخر ممكن بقى يبقى الناس مولودة محدش عارف ده ابن مين وده مش كده ولا ايه؟ هو كمان الأطفال كمان عايزين يبقى كمان ما يتكتبش ذكر ولا أنثى. دي حاجة جديدة. يعني تسيبها كده لغاية لما تكبر وهي تحدد أو هو يحدد يعني. فده كله ده تخريب في الأسرة وفي المجتمع يعني. من بداية الخليقة التناسوا عن طريق رجل وامرأة ده ثابت وقلنا بعض الآيات وآيات طبعا كتيرة يعني. وإن ده ما هوش سلوك سوي يعني. ما هوش سلوك مظبوط. وبالتالي اللي عنده مثلا لو واحد فرضنا إن هو عنده ميل للسكر مثلا الخمرة بشراهة يعني هل نقنن الخمره ولا يتعالج عشان يبطل الخمره؟ واحد عنده سلوك سرقه مرض سرقه فهل ده يتعالج ولا نقنن السرقه وهكذا. فهو ده يتم احتوائه بطريقه ما في هيئات يعني بحيث ان هو يشفى يعني من الميل اللي عنده او من التجربه. وهي زادت طبعا مع التحرر اللي حضرتك اتكلمت عليه فبقى بيجرب يعني بيجرب اي حاجه. في الكتاب المقدس طبعا زي ما اتقال سدوم وعموره وكمان في العهد الجديد مذكور يعني. حتى في رساله القديس يهوذا بيقول كما ان سدوم وعموره والمدن التي حولهما لان كان في كم مدينه ثانيه زانت على طريق مثلهما من سدوم وعموره ومضت وراء جسد اخر. وجسد اخر دي كمان في الانجليزي هتلاقيها بتترجم سترينج فليش يعني جسد غريب جسد يعني غير اللي هو في علاقه طبيعي. الزواج الشرعيه اللي جسد شاز. وبالمناسبه الترجمه لما حضرتك قلت خاويه وخاليه برضو في الانجليزي هتلاقيها امبتي اند فورمليس امبتي مفيش خليقه جاب منين الخليقه فاضيه. فهو في يهوذا بيتكلم ومضت وراء جسد اخر اللي هي سترينج فليش جعلت عبرة مكايدة عقاب نار. فده بتجيب للنهاية في الدينونة عقاب النار ده ده في الدينونة تمام. فبالتالي هي دي هتودي لدي يعني دي خطية كبرى يعني. ايه. ومأبنون بقى موجودة كتيرة ولا يرسون الملكوت
طيب أستاذ مينا، يعني هل من خطورة برضو، معلش عايز أعرف رأي حضرتك في السؤال ده، يعني هل من خطورة على الكنيسة أن تقبل الشذوذ الجنسي؟ طبعا ده شيء خطر جدا، أولا لأن الله هو غير راضي بالتمام عن هذا، وإلا لماذا عقب سدوم وعمورة؟ لو كان الأمر ده طبيعي من الأول، نبص حتى في التكوين الرجل والمرأة، هو تكوينين مختلفين تماما، يعني ده حاجة، دي حاجة يعني ربنا عمل حاجة لها شكل معين، لها نظام معين. الله لن يعاقب أحدا على شيء هو ملوش له في يد، يعني يعني احنا كتير بنقول ايه، ان واحد فاقد الأهلية او مفيش وعي ولا إدراك، الله حتى لما بيتكلم كل واحد مننا كان مؤمن ولا حد، يقوله انا خلقتك انسان عاقل لك مخ بتفكر وعاقل وحر، يعني عندك حرية تغلط ولا ما تغلطش، ومريد يعني عندك إرادة ان انت تعمل غلط ولا لا، يعني افعل او اشاء ان انا اغلط ولا ما اغلطش. أيه؟ انا اعرف حد يقول له بص انا عارف ان انت بتقول كذا، انا بقول لربنا انت عاوز كذا انا هعمل عكسك، هو بيقول له كده، ده واحد، ده اختيار حر، اختياره وبارادته عايز يعمل كده، فدول بارادتهم وباختيارهم عايزين يكون كده. طيب الموضوع ما بقاش بقى على مستوى الفرد، بقى موضوع قوه، وبقى اللي هو زي يعني مجموعات كبيره، وبقى لهم اعلام، وبقى خلاص اللي هو انا جاي مش الموضوع بقى على المستوى ان انا واحد وغصب عني انا غلطت وما غلطتش، وابونا في اب الاعتراف وبحاول وبجاهد، وابونا بيشوف له ازاي يتعالج روحيا وبعد كده يضمه يعني يبقى في الكنيسه وقريب وكده، لكن الموضوع بقى في تجييش، يعني بقى في مجموعات كبيره، العالم كله بيجيش في الالحاد وفي الشذوذ دلوقتي، في العالم كله، وبقى عن طريق حقوق الانسان، وبعدين تدخل القضاء والقضاء يدخلهم الكنيسه، واصبحوا حاليا في كنايس طبعا مش ارثوذكسيه مش تبعنا بره مصر بتزوج هؤلاء راجل برجل وامراه بامراه جوه الكنايس، وده خطا. وفي الاكثر من كده ان هو بيروح يتبني، شوف التحدي الجديد بقى ان هو راح يتبني واحد طفل صغير وعاوز يعمده جوه الكنيسه وهم كده يعني. فده التحدي الاكبر، ويجي يقول لك ايه طب نعمده ولا ما نعمدوش، طب اعمده، احنا بنعمد الطفل الصغير على ايمان ابويه وهما الاشبين بتاعه، طب حضرتك مين الاشبين بتاعه؟ هو انا اعمده وارميه في الهلاك الابدي يتفرج على الحاجات دي كلها، فين المسيح في حياته؟ يبقى اصبح مفيش مسيح موجود في حياته، يبقى انا كده قضيت على حد معين. لكن هو لو هو انا لو ابني او ابن اي حد مولود في بيئه مسيحيه صح بيتم معموديته، لان انا بعلمه وحضرتك بتعلمه التعليم الايمان المسيح الصح، لكن انا هنا بعمل زي اللي برمي القدس للكلاب، يعني انا بجيب التعليم بتاعه ربنا اللي فيها القداسه وبرميها في وسط اللي هو الخنازير. هو الطفل زي ما حضرتك بتقول بيكبر بيلاقي ماما وبيلاقي بابا، بيقرا في الكتاب المقدس بيلاقي بابا وبيلاقي ماما، مش حاسس بان في حاجه مش مظبوط، مش هيبقى في كتاب مقدس اصلا بقى. العيشه ديت ما فيهاش كده، لان هيصطدموا مع الكتاب، لان في بعض الناس لما بتيجي تكلمهم لهم الفكر، مثلا اجيب لهم قديس بولس الرسول، يقول لك ده بولس ده متخلف، يقول لك كده، يقول لك على القديس بولس ده متخلف اللي كاتبه ده، ازاي ما فيش مأبونون ومضاجعوا الذكور، لا احنا نعمل احنا عاوزينه، احنا عندنا حريه نعمل اللي احنا عاوزينه، فدولت يدخلوا الكنيسه يبقى خلاص، يبقى الموضوع كله بقينا زي سدوم وعموره في الاول والاخر، مفيش اي قيم، مفيش ربنا موجود. طب استاذنكم نشوف جزء كده لقداسه البابا المتناح مثلث التوبه والرحمات البابا شنوده الثالث، ونرجع نكمل كلامنا في نفس المحور برضو. النهارده انعقد المجمع المقدس للكنيسه الكلبيه، وكان الغرض من انعقاده هو الوقوف ضد الكنائس الغربيه التي ترسم بعض الشواذ جنسيا في رتب الكهنوت، وقالوا انهم رسموا اسقف من الشواذ اعترف بانه شاذ جنسيا، ومع ذلك وافقوا على رسمته، واجتمع مجمع الاساقفه بتاعهم ووافق. انسان شاذ جنسيا ازاي يقف على مذبح الله؟ ازاي يقدم ذبيح؟ ازاي يقود الشعب؟ ازاي يكون قدوة؟ فكان لابد ان نشهد نحن للحق، ولابد ان نعارض هذا الامر، وخصوصا انها بقت فضيحة
بتتنشر في الجرائد، الناس يقولوا علينا ايه؟ اساء وشواذ جنسيا، كما قال السيد المسيح: ان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. فلذلك اجتمعنا لكي نقف ضد هذا القمر، نبين الشذوذ الجنسي ونبين الرسامه التي للشواذ. كانت دعتني احدى كنائس البروتستانتيه لإلقاء كلمه عن المسيحيه وروحياتها في الظروف الحاضره، ويقول صادف ان في هذا اليوم او هذا الاسبوع كان قاضي المدينه حكم بالزواج رجل لرجل. هذا تفضح. فانا هاجمت هذا الوضع وهاجمت الشذوذ الجنسي، ولم اهاجم الشذوذ الجنسي فقط، وانما هاجمت من يشد عليه ومن يبرره، وكان في هذا الامر كانه هجوم على نفس القضاء الحاكم. تكلمت بكل احمد عند موسى يفتكر الموضوع، كان سنه 95 على ما اظن. فوانا خارج واحد اسيس بروتستانتي قال لي: انت رجل شجاع. كل شجاع الشنين ده امر عادي ممكن يقوله اي انسان. قال لي: لا، كل الشواذ جنسيا يكلمهم نفله نفله، يعني عصابه كبيره، اي واحد يقف ضدهم ممكن يقابلوه في الشارع ويبهدلوه ويضربوه وممكن يقتلوه، والقضاء نفسهم يحكمون. اذا الا يوجد من جانب الحق حد يقف ويدافع؟ وان لم تشهد بعض الكنائس بالحق فالكنيسه القبطيه ستشهد بالحق وتكون رائده في هذا المجال. طيب دكتور اشرف، هل هناك نصوص صريحه في الكتاب المقدس تقول انه الله لا يقبل بهذا الامر؟ وساعتها يعني يسور السؤال: طب كيف نخالف نصوص صريحه في الكتاب المقدس؟ مش هنقول مثلا يعني احنا قلنا ان في حاجات تانية بدات بفرضيات، واحنا برضو بنستعمل طريقتهم بنقول لهم: طب ما تثبتوا لنا العكس لما بيقولوا مثلا ما فيش، او ده اسطوره او. لكن هل هذا الامر فيه نصوص صريحه بتقول راي ربنا في هذا الامر؟ بالتالي طرحنا جزء منها وعايزك برضو تفضل. طبعا اتفضل دكتور مينا. اتكلم على سدوم ومعموره، وموجوده في العهد القديم وموجوده في العهد الجديد، في نصوص كتيره. الكتاب المقدس بعهده بيدين الخطيه دي. ايات كتيره بقى موجوده. انا قلت واحده منها اللي هي بتاعت السترينج فليش دي. وتكوين بقى كتير 19، كل قصه سدوم وعموره. في روميا مثلا 1:26-32 بيتكلم الباراجراف ده كله عليه، يعني: لان ناسهم استبدلونا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعه، وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتعل بشهواتهم بعضهم لبعض، فعالين الفحشاء ذكورا بذكور، نائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، الى اخره بقى، ممنون من كل اسم الى اخره. الذين اذ عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون. ده زي ما كان استاذ مينا بيقول، يعني واحد بيشجعوا. انا بيشجع ضرب وهكذا. فالنصوص كتيره في لاويين: لا تضاجع ذكرا مضاقعة امرأة انه رجس. موجودة لاويين 18، لاويين 20: واذا اتقع رجل مع ذكر اتقاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا، انهما يقتلان دمهما عليهما. نصوص كتيرة جدا. طب استاذ مينا، المقطع اللي شفناه قداسة البابا شنودة انهى بجملة قوية قوي: وان لم تشهد بعض الكنائس تظل الكنيسة القبطية شاهدة للحق. يعني احنا شفنا مؤخرا بيان من المجمع المقدس بوقف الحوار اللاهوتي، يا ريت حضرتك تكلمنا اكتر عن القصه ديت وسببها وكده. هو بالتاكيد احنا ككنيسه دايما بيبقى نعيش بنحاول بنقرب من كل الكنائس حوالينا. وطبعا في وسط التقريب ده بيزعجنا لما يبقى في امر معين ربما ما يبقاش واضح، وخصوصا لو سمعنا مثلا عن فكره المباركه، يعني ابارك الشيء غير ان انا اقبل الشيء. يعني ممكن اقبل واحد خاطئ عشان اعيش اكلمه عن التوبه.
وان ده غلط وهيفضل الغلط غلط بالمناسبه والخطا خطا والخطيه خطيه طبعا. يعني حتى لو حللتها لنفسي وموتت ضميري وسكتت روح الله اللي جوايا وعملت كل حاجه سيظل الخطا خطا والخطيه خطيه، يعني مش هيبقى فيها الحق، مش هيصير باطلا والعكس يعني. فالكنيسه طبعا لما بتلاحظ حاجه زي كده بتبقى فيه انزعاج، لازم يبقى فيه موضوع حته توضيح. فهنا كان قرار المجمع وعلى راسه طبعا قداسة البابا تواضروس بنديله التحيه والمجمع المقدس، هو بالاجماع القرار خرج هو تعليق الحوار. يعني مش موضوع وقف الحوار، لان احنا لينا فتره يعني شغالين في حوار موضوع التقارب بيننا وبينهم، لكن هو موضوع تعليق اللي هو مؤقتا لحد مع طبعا الكلام ده مع الكنيسه اللي هي الكاثوليكيه لحد ليه، لان ما اشيع او ما قيل ان اللي حصل ان موضوع فيه مباركه للشواذ جنسيا او للسماح ليهم اللي هو جوه الكنيسه كمباركه يعني. طبعا الكلام ده بيزعج اي انسان مؤمن في الدنيا، وطبعا بيزعج الشارع المسيحي المؤمن العادي الى ان بابا الكنيسه، فموضوع بيبقى مش كويس. فالكنيسه هنا اخذت موقف مشرف وموقف كويس، هي مش نعره ولا عنتريه ولا تفاخر ولا اي حاجه، هو انا ما افتخرش ان انا بعمل الصح، ده الصح يعني، ده المفروض ان انا ابقى في النور يعني. وزي ما كان السيد المسيح قال لو النور اللي فيه ده ظلام فالظلام كم يكون. يعني انا لو ماشي غلط وطب وشاف النور ده مفكره كده، طب الظلام شكله ايه لما انت ماشي غلط وحاسب نفسك في النور؟ فهنا الكنيسه خدت موقف تعليق ومؤقت لحد ما الدنيا تستقر، يعني توضح مثلا الكنيسه الكاثوليكيه موقفها من مباركه جواز الشاذ. هو في كذا تصريح انا قريته للبابا فرانسيس بيقول انه اللي بيقولوا كده ده نفاق، ليه الكنيسه ما تباركش هؤلاء وكده، فده متفسر على انه مباركه الجواز الشواذ، وده كفايه جدا يعني. الكلام كله في فرق برضو تاني، نحن لا نكره احدا. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه طول تاريخها يعني في مواقف كتيره ظلمت فيها، يعني في اكتر من مسيحيين بعد خلق دنيا جم موتوا المسيحيين هنا وعذبوهم في اسكندريه، ومات شهداء مسيحيين كتيره وبقوا شهداء هنا في مصر، فما فيش اكتر من كده. ورغم ان كده الى اليوم فاتحين اللي هو الازرع لكل الناس للمصالحه والوحده على الاساس الصحيح. فهنا الموقف بتاعنا اظن مش هيتغير طول ما الوضع قائم على الخطأ او الخطية. نحن نرفض الخطية ومش هيبقى من المعقول ان انا ادخلها الكنيسة عندي لألا نصير الوحدة زائفة، او السعي نحو الوحدة هو سعي باطل وزائف. فده موقف مشرف من كنيستنا يعني. طيب احنا معانا تعليق لنيافة انبا رفائيل ونيافة أنبا مكاريوس على النقطة دي. طبعا هو طلع بيان صريح، احنا كنا يعني دلوقتي بيان عن رأي الكنيسة في هذه القضية، قضية الشذوذ الجنسي. فنشوف كده التعليقات دي. ويلاقي ناس كانت موافقة على أخطائه يقول دول الناس دي أعدائي مش أصدقاء، عشان كده احنا عندنا في أعداء خفيين والظاهرين. الأعداء الخفيين اللي هو بيوافقك على خطيتك. بمناسبة ان احنا امبارح في المجمع المقدس بتاع كنيستنا العظيمة دي، اباء المجمع بالاجماع كنا 110 اسقف ومطران برئاسة البابا، كلنا صوتنا على ان مش موافقين على ان الكنيسة الكاثوليكية توافق على الشذوذ الجنسي. ده ايه الجنان ده؟ لما يكون الكنيسة بتوافق سيبنا ايه بقى لأهل العالم؟ الكنيسة هي ضمير المجتمع، هي نور الانجيل، هي اللي تقول لا كده غلط. فنوافق، ووقفنا الحوار معاهم لحين ما يعدلوا موقفهم. لازم الكنيسة تبقى هي ماسكة. ليه بقى؟ لما اقول له انت اوكي تعالى باركك معناها موافق، حتى لو جواه ضميره ابتدى يصحى يقول انا ماشي في سكه غلط، يقول ما الكنيسه موافقه. يعني لو صوت الضمير ابتدى يصحى
هينيمه بان الكنيسه باركتني، لكن لما اقول له لا ده غلط هيزعل مني ويقول انتم متعصبين ومتشددين ومتخلفين ومش فاهمين، والعلم بيقول والدراسه بتقول والانجيل ده متخلف واحنا مش عايزينكم. فهيجي حد يقول اديكم فقدتوهم الى الابد، كان ممكن يبقى في فرصه للتوبه. الفرصه للتوبه تاتي عندما اعلن ان هذا خطا وخطيه ومرض، يبتدي يفوق لنفسه يرجع. لو رجع هنقول له لا احنا بنكرهك وبنقرف منك، اهلا وسهلا. الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه لخلاص بلا ندام، اما حزن العالم فينشئ موتا. فاحنا ما نوافقش على الخطيه. بقى واحد يوافق على الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس وما يوافق على خطيه زي السرقه ولا كمان نوافق عليها؟ يعني الشذوذ الجنسي هو مرض نفسي او انحراف نفسي. ايه رايكم ان في مرض نفسي اسمه السرقه؟ يعني ممكن يكون ولد في سن اعدادي ولا ابتدائي وبيتهم حاله متيسر وبياخد مصروف كويس، مفيش حاجه بيطلبها ما ياخدهاش، ومع ذلك بيسرق. مرض نفسي. هل نقول اتز اوكي ما جراش حاجه ده غلط غصب عنه، ولا بنوقفه عند ويتعالج لانه بيضر الناس؟ المعيار مش هو مزاج الناس او العقلانيه، المعيار هو الله، المعيار هو الانجيل. لما الانجيل يقول دي خطيه تبقى خطيه، لكن لما الناس تقول لا ده حاجه عادي نمشي ورا الناس ولا ورا الانجيل، لابد ان يكون الانجيل هو النور اللي بينور طريق الناس. اللي هيرجع هيفرح، اللي هيرجع هيفرح، واللي هيعتبر ان احنا متخلفين هو يجلب على نفسه حياه مليانه بالهموم وتنتهي بالهموم في ابديه تعيش. حد بيقول ما هو السبب في تعليق الحوار مع اخواتنا الكاثوليك؟ في حوارات مع اخواتنا الكاثوليك واخواتنا الروم الارثوذكس من عشرات السنين، لما الكنيسه الكاثوليكيه اصدرت وثيقه مباركه المثليين، يعني راجل وراجل يتجوزوا بعض والكنيسه تباركهم، يعني موافقه على الزواج بتاع المثليين، الكنيسه علقت الحوار لحد بس ما يعني الكنيسه تعلن رفضها لده. في فرق بين ان انا اصلي من اجل انسان خاطئ او اوافق على خطيته، بحب المجرم وحارب الاجرام، بحب الخطيه والخاطئ وبعالج الخطيه، بحب المريض وبنقاوم المرض. فان انا اصلي من اجل حد خاطئ علشان يقلع عن خطيته ده كويس، لكن ملوش برافو جو اهيد يعني كمل يعني في الموضوع ده، هو ده الفرق بس يعني. لكن مش مباركه بمعنى ان بقول ربنا يعني توبك وتقلع عن خطيتك، لا يبارك يعني ايه؟ بارك شيء يعني، يقول لك بارك الخطوه دي، بارك على التصرف ده، او مباركا تكون يعني موافقه. ده سبب تعليق الحوار، لكن طبعا بنصلي من اجل كل الناس. دكتور اشرف، يعني زي ما سمعنا ده موقف كنيسه، وهنا هو زميلنا جايبين برضو حاجات من التصريحات اللي كنت بقول عليها، اللي هي المانع ان احنا نبارك الشواذ جنسيا او كده. ده خطر على المجتمع ولا ايه رايك؟ طبعا. طب يعني ريت حضرتك، لان احنا سمعنا دلوقتي جمله جميله قوي، الكنيسه هي ضمير المجتمع، انبا رافائيل قال كده. فايه الخطوره على المجتمع؟ يعني ايه الفوضى او ايه الديس اوردرنج او الـ يعني ايه التبعات او المسؤوليات السيئه اللي يتحملها المجتمع من اباحه الشذوذ الجنسي مثلا؟
طبعا بنظرة عامة على المجتمع، هو المجتمع ده هينمو ازاي؟ ما خلاص انت واقف نمو كده، يعني هو هينتشر، فبالتالي ما فيش اجيال يعني. يعني مش هيبقى في رغبة تقصد في الزواج العادي بقى. انت بتنشر حاجة فكله، لو احنا فرضنا يعني انها امتدت مش هتحصل يعني. انما لو فرضنا، ما هو بيأثر على استمرار المجتمع. ايوه زي يعني. زي ما قبل كده قالك ننشر الإباحية الجنسية، فما فيش هخلف ليه وجع القلب عندهم معاناة من البوبوليشن يعني بيقل، عدد السكان بيقل، فبيجيبوا ناس وبتحمل لهم مشاكل في المجتمع، لأن المجتمع غير المجتمع يعني. أيوه. فدي قصة يعني هتدمر يعني مجتمع. تاني حاجة، لو في فيديوهات كتيرة على اليوتيوب على ناس عملت القصة دي وإزاي ندموا وبيبكوا يعني، يعني عملوا تغيير جنسي يعني أو حاجة زي كده، أو حد اتبنى اتنين اتبنوا واحد عيل يعني. فدي كلها أمراض، وبيحصل عصبيات قوي ونيرفز يعني، وبتحصل يعني أخطاء في المجتمع نفسه، ما بيبقاش مجتمع سوي ناعم يعني. نقطة تانية بالنسبة للكنيسة وما عملته، طبعا يتشكر. وفي كمان مجمع كنائس الشرق الأوسط سنة 2003 اجتمع برضو لما كان الأنبا شنود المتنيح موجود، وخد قرارات صارمة ممكن أقرأ كم بند منهم. والكنيسة الروسية برضو سنة 2000 اجتمعت وكانت ضد الكلام ده. في القديس باسيليوس مثلا في القرن الرابع بعت سير أي حاجة صريحة، بيدي عقوبة 30 سنة اللي بيعمل القصة دي، اللي هو الرسالة الأولى قانون 7، وفي الرسالة الثانية في الرسالة الثالثة قانون 62 بيقول له لو حد كشف عورته إلى ذكر يعتبر زنا وهو لواط. كشف بس، مجرد بس كشف. والتاني اللي هو عمل كده 30 سنة، فهي مجرد من القرون الأولى كمان يعني. طيب أستاذ مينا، حضرتك لمست نقطة مهمة في الإجابة اللي فاتت، فحبيتش أوقف استرسالك، وشفناها في تعليق الأباء الأجلاء أنبا رفائيل وأنبا مكاريوس، اللي هي فكرة الرجوع. يعني أنبا رفائيل قال جملة لطيفة، قال له هيرجع هيفرح. وحضرتك اتكلمت عن فكرة انه في فرق ما بين انسان بيعمل خطية ومصر عليها وانا كده وليه حق بقى عندكم فين انا من الكنيسة، وفي فرق ما بين انسان عايز يقرب من ربنا مهما كان الطريق صعب والكنيسة بتاخد بايده. وافتكر كمان ذكر كلام عن العلاج، لو في علاج طبعا نفسي او علاج جسماني يعني. يعني موقف الكنيسة من توبة هؤلاء ايه؟ بص حضرتك، هو في الاول والاخر احنا الكنيسة في بعض الاباء بيقولوا عليها مستشفى، حتى كده بيقول لك انها بتفتح في الصباح وبنصلي قشيه المرضى والاخره. ففي المرض بنصلي اجل المرض الروحي قبل المرض العضوي يعني. بنصلي دايما للانسان الخاطئ انه يتوب، والانسان اللي ربنا يشفيه كان من خطيته او من الحاجة العضوية. فالكنيسة دايما يهمها التوبة. والمسيح نفسه لما كان بيتكلم اليهود في عصره قال له ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. احنا ما بندورش على هلاك حد، ولا نفرح في هلاك حد، ولا نفرح في سقوط حد. واذا تعثر حد نصلي لاجله. واحنا برضو بنصلي لاجل اخواتنا في ان كان في الكنيسه دي تستفيق او كده، وبرضو المعثرين عندنا نصلي من اجلهم وهكذا. فالكنيسه بتسعى لخلاص هؤلاء. والكنيسه كمستشفى المفروض كخدام وككهنه وكاسقفه، لو حد تعرف عنه الحاجه ديت او اي خطيه ما، ان انا بدور على خلاص نفسه، بدور ان انا اقعد معاه ان اشوف المشكله وازاي هو واقع فيها وازاي نخرج منها. وزيها زي الادمان، ما هو ادمان. ان كان حد عود حد على عاده معينه، ما هي الفكره كلها اي ادمان اي شيء في الدنيا بيعمله في 3-4 مرات في اوقات معينه بشكل معين بقى عاده. تحول لإدمان. الفنجان القهوه هو بقى عاده. صحيح. لو انا بشربه في وقت معين كل يوم اعمله 4-5 ايام بقى عاده عندي، مش هتعرف تبطلها بسهوله. لان خلاص انت حطيتها في اللاوعي والمخ خد عليها كحاجه منظمه، ويبتدي يديلك انطباع ان انت مش هتبقى مظبوط ولا هتبقى طبيعي الا لما تشرب القهوه. وناس كتير تقول لك طب انا احضر قداس متاخر ازاي، ده انا لازم لو ما كانش النسكافيه ولا حقيقة. وبيحصل على فكرة
والإيحاء بيجي له خلاص، والمخ بيتركب على كده أنه بيحصل له صداع بقى في الوقت معين والآخره. فده واحد أدمن حاجة ربما بإدخال، يعني ربما واحد وصغير حد عمل مع حاجة أخد عليها مع الوقت. أيوة. بقى دي مشكلته فيما بعد. أيوة صح. بعد كده تكون نمط معين من اللذة، هو حاسس مش قادر يستغنى. بس حياتك بتقول جملة جميلة قوي، بتقول يعني إن ده يعني وهم من الشيطان إن هو مش هيقدر يخلص ومش هيقدر يبطل. هو الشيطان عموما هو ما دايما قافل سكك التوبة على كل إنسان، ودايما هو لأنه هو روح وروح قوية ومتفردة كمان، إن هو يعلم بعض الأمور نحن يعني الحتة ديت مقفولة عننا شوية، فهو يعلم كيف يفعل. وهو من النوع اللي بيعمل خطية لإنسان لمدة 20 سنة هو مش قادر عليه، فيفضل يعملها له من دلوقتي المسمار ده يضربه له النهاردة عشان ده يموته بعد 20 سنة. فهو شاطر، الشيطان شاطر في الشغل بتاعه وفي الخطية بتاعته، ويعرف إزاي تعمل. والنهاردة بقى الموضوع بيعمل لنا مشكلة في الكنيسة وكخدام كنيسة والأباء الكهنة عموما الاعتراف، فبيخلينا بيخليهم في مأزق. هل نتعاطف وندخلهم يتناولوا بالمنظر كده؟ طب في ناس ما عندهاش مشكلة ان هي تجاهر ان هي فيها العيب ده او المشكلة دي، وفي ناس مسطورة اللي هو بتمشي يعني عايزة ارشاد، فبيروح للاب الاعتراف بيتكلموا لحد ما في يوم من الايام يتخلص. وهنا ابونا بياخده بايده لغاية ما بيخرجه من اللي هو فيه، وده دور ابونا كمثال للمسيح الراعي الصالح. الراعي الصالح ساب 99 اللي هم الكويسين في الكنيسة اللي مش محتاجين، المفروض ان هم مش محتاجين حاجة، وراح يدور على الواحد المصاب. مصاب ان هو تايه والشيطان يعني متوهد. يعني حضرتك بتقصد ان في جهد كمان لازم بتعمله الكنيسة لتوبة هؤلاء؟ المفروض كده. يعني ده دور الكنيسة زي المسيح كده. المسيح جاء اي راعي او اي خادم من تحت لفوق، هو انا مش جاي ارتاح عموما، انا جاي اتعب نفسي وانا اللي امشي، انا اللي اروح. المسيح تعب عشان يروح للسامرية. صحيح. والسامرية اللي هي مش يهودية، اللي هي مش من الخلاص عندهم. أيوة. وكان كل ما بتقول واللي هي هتجيب له الكلام ازاي كيف يتكلم مع امرأة وسامرية بالظبط كده، وان هو يبتدي يدور على حاجة فيها صح ولا برافو عليك، لحد ما يطلعها من المأزق الروحي اللي هي فيه وتصير مبشرة عظيمة للمرأة. هذه المرأة هي دي نفس خطية كان فيها داء الخطية لزمن كبير، فهو بنفس التبعية ونفس الشيء كنيسة بتعمل كده. وكنيسة مش ما بتسدش، هي فتح الباب الباب الخلاص لأجل الإنسان يعود مرة تانية كل إنسان. طيب أتنقل لمحور تاني برضو بشأنه فيه استفسارات كتير يا دكتور أشرف، وهو الوحدة المسيحية في مفهومها السليم. إزاي نطبق الوحدة كمسيحيين على الأرض؟ إيه المعايير الواجب توفرها عشان نقول نحن في وحدة؟ طبعا الكل يبغى الوحدة، يعني ووصية السيد المسيح أن نكون واحد. أي. فدي محدش بيرفضها يعني. احنا بنتكلم هنا عن وحدة الإيمان مش كده، ولا بنتكلم عن وحدة؟ طبعا يعني يعني احنا حتى بنصلي بنقول نصل لاتحاد الإيمان كل يوم. طبعا طبعا يعني يعني هي ثبات في يعني ليها طبعا الوحدة، يعني الإيمان والعقيدة يعني. يعني انا كنت اجيبها من الاول، يعني فوائد الوحدة، انما يعني لو احنا مختلفين مثلا في الجسد والدم ده ذكرى، واخرين بيقولوا ده جسد الافخارستيه يعني ده خمر وخبز، وفي ناس بتقول ده جسد ودم حقيقي. فهنعمل وحده شكليه ازاي بقى؟ احنا واحنا قاعدين انا بقول ده لازم نتفق على هذا الايمان، نتفق على ده. هنتفق على ده. هتيجي تقول قانون الايمان، هنتحد دلوقتي يعني بعض الطوائف بتتكلم على التنوع، يعني قبول التنوع، يعني حد مشهور في بعض الطوائف يعني. فأنا هاجي أصلي قانون الإيمان، هنصليه كلنا، هيجي واحد إحنا هنقول منبثق من الآب الروح القدس، يعني هو واحد تاني هيقول منبثق من الآب والابن. فهتبقى إزاي الوحدة؟ وهكذا أمثلة بقى كتيرة، صيامات قديسين يعني ديسكورس قديس ديسكورس، بعض الناس بتلعنه أو بتقول عليه كلام مش تمام، يعني ده بالنسبة لنا
القديس وناخد منه حل في المجمع. اه من الاباء العقيدة العظام. هتبقى وحدة ازاي؟ يعني سيبك من الامور اللي هي تقصية بتتغير ما فيش مشكلة فيها يعني. شكل الكنيسة، الملابس، ده كله مش قضية، انما الايمان والعقيدة هنتفق يعني عليهم عشان يكون في وحدة حقيقية. وكل واحد في كنيسته بس في وحدة. طبيعة المسيح طبيعة واحدة ولا طبيعتين؟ بدأ في اختلاف. طب هنا بقى يبقى السؤال اللي سألناه لسه ما تجاوبش، ممكن أستاذ مينا يقول لنا إيه المعايير اللي نطبقها عشان تبقى الوحدة سليمة؟ في بص حضرتك، الوحدة لازم عشان يبقى في وحدة سليمة إيمانية لازم يبقى عندي كم حاجة مفروض نعملها. أول حاجة إن أنا الأطراف اللي جاية عايزة تتحد دي المفروض إن أول حاجة إن في النية منعقدة إن أنا عاوزة نبقى واحد، ده أول حاجة. ولا أنا جاي أعمل شو؟ أنا جايين نقعد ونبسط ونفرح ونصلي ونمشي الصلاة كل واحد نوزع وكده، ولا جاي في نية منعقدة أنا عاوز فعلا نبقى واحد. إحنا جسد المسيح ما يتشرزمش، ما فيش شرزمة، لازم كلنا نبقى فعلا جسد المسيح الواحد. ده رقم واحد، يبقى في عندي النية منعقدة مبيتة إن أنا جاي أخد خطوة النهاردة. يعني إحنا النهاردة انعقدنا مثلا جلسة، أنا جاي النهاردة إيه اللي أنا استفدته النهاردة؟ عامل زي أنا رحت الكنيسة النهاردة، أنا جيت استفدت إيه؟ أنا قابلت ربنا فعلا؟ طب أنا وقفت صليت وسمعني؟ طب أنا حسيت بيه ولا ما حسيتش بيه؟ أنا جيت مع إخواتي النهاردة، كنيستنا قربت من الكنائس الأخرى ولا ما قربتش؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم هنعقد إزاي ويبقى إيمان واحد إلا ما يكون مرجعيتي الكتاب المقدس رقم واحد. تاني حاجة الأساس اللاهوتي اللي موجود موجود، والأساس اللاهوتي مش أنا بقى مش أنا هخترع حاجة النهاردة والآيات دي مش هفسرها النهاردة، لا، الكنيسة الأولى مشيت عليها إزاي. لازم أشوف الكنيسة الأولى مش... طبعا كان كل العالم ماشي كده بالظبط كده، الأولى كنيسة الأولى ما قبل الانقسام اللي هو بعد المسيح على طول. دي الكنيسة الأولى. بعد كده كنيسة القرون الأولى بقى القرن الثاني والثالث والرابع وإلى آخره. إن هم إزاي فهموا الآيات الكتابية ديت اللي أنت حضرتك ممكن تفسرها النهاردة بدماغك لوحدك وتطلع بيها بعمل مجموعة لوحدي بقى ده. عشان كده كنيستنا أبائية، يعني ماشية على تفسير الآباء الأولين كده. يبقى أنا تفسير عندي كتابي لاهوتي اللي هو متفق عليه، مش اختراع النهاردة. ده اللي مشيت عليه زي ما بقول اللي هو العريس في سفر النشيد الأنشاد، إن لم تعرفي أيتها الجميلة في النساء فاخرجي على أثار الغنم. يعني اخرجي على اللي مشوا قبل منك فأنت توصلي في الطريق. يبقى كان في راعي ماشي وفي راعية ماشية وراه فأنا أكمل، لكن النهاردة ما جيش أبتدع حاجة. تالت حاجة إن أنا أجي بروح التواضع. أنا مش جاي إن أنا جاي فيلسوف أو أنا جاي حكيم أو أنا جاي متعلم وإحنا متقدمين في العلم زيادة فإحنا جايين نجبر اللي قدام مننا، لا خالص، أنا جاي متواضع. ده السيد المسيح قالك تعلموا مني لأني واضع. الكلمة الوحيدة اللي قالها المسيح تعلموا مني فيها، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى أنا أول حاجة أما أقعد مع أخواتي أو الكنائس الأخرى أكون متواضع. أنا لو كبير، الكبير ده المسيح اللي كبرني بمحبته، والكبير اللي هو بيبقى خادم واسمع الكل وهكذا. اللي بعد كده الصلاة بقى، أنا وأنا بصلي فعلا أنا طالب روح الله يوحدنا، روح الله الساكن فينا كلنا. يقولك أما تعلموا أنكم هيكل الله، بيقولش أنتم هياكل الله، ده خلانا كلنا هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى أنا هنا لما بصلي بالروح وبصلي للآب السماوي أنه يوحدنا، هل بالفعل ده موجود ولا مش موجود؟ في آخر عنصر ومن أهم العناصر إن أنا المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ مع الحاجة دي كلها المحبة اللي بتربطنا. طب لو اختلفنا النهاردة، أنا فاتح الباب ولا مش فاتح الباب؟ يعني حاجة معينة حاولنا نقرب منها في نقطة معينة مختلفين فيها، طب أوارب الباب نقول طب مدام ما وصلناش لحاجة نأجل النهاردة، نأجل النقطة دي شوية مثلا، نأجلها ندرس فيها أكتر ونأجل ونرجع ليه اللي قبلينا مشيوا إزاي، وما تجرحش المحبة زي ما حياتك بتقول وما أكسرش المحبة ولا أجرحها. فدي من النقط اللي المفروض تكون موجودة باستمرار
على ترابيزة الحوار أو قبل ما ناجي لازم أكون مصلي النية أو الدافع اللي أنا جاي وأصلي أنا فعلا عاوز أتوحد ولا أنا فعلا جاي كبير كنيستي وخلاص يعني أنا كبير المجموعة اللي بديرها وخلاص وفرحان لأن اللي هي تمثيل وهنا الأخبار بتغطي والسوشيال ميديا في العالم كله والصحف بتغطي وأنا مبسوط بالشو ده ولا لأ ولا أنا جاي فعلا عاوز أن أنا يبقى جسد المسيح يتلم يكون واحد مع بعضه. طيب هنشوف جزء القداسة البابا مثلث توبة الرحمات المتنيح الأنبا شنودة الثالث ونرجع نكمل كلامنا في موضوع الوحدة. يمكن أن توجد وحدة أكثر عمقا ولا قوة أكثر من الوحدة بين الأب والابن زي ما قال في يوحنا 10:30 أنا والأب واحد. كانت الكنيسة أيضا واحدة في العمل وفي الهدف، فكانت الكنيسة كلها تتجه إلى هدف واحد هو نشر الإيمان المسيحي. طب ما دام الحكاية كده إيه اللي لخبطها وكيف انقسمت وكيف انشقت؟ شوفوا أيها الأخوة أقول لكم بجد يعني اللي حاصل عدة أشياء. أولها العقل حل محل الروح، وثانيها ونتيجة لذلك وجدت مدارس مختلفة للتفسير. كلنا نؤمن بكتاب مقدس واحد لا شك في هذا، لكن كل واحد بيفسر الكتاب المقدس بطريقته الخاصة. بدأ يخش في طبيعة المسيح، في الجوهر، في الانبثاق، في الولادة. ايه يا جماعة الحكاية حصلت ايه؟ ده يجي واحد يسألك يقول لك ما الفرق بين الولادة والانبثاق وتلاقي نفسك واقف قصاد علامة استفهام مش عارف تجاوب. خش في الدور ده. كل ما الناس يرتقوا فوق ما ينبغي ويفحصوا في أمور إلهية أعمق من إدراكهم كل واحد بيفسر تفسيره الخاص. تصوروا لما احنا نجتمع ونمسك مسألة زي طبيعة المسيح اللي كانت من 451 ونصل إلى اتفاق فيها. طب ده نجاح كبير أوي، ده نشكر ربنا عليه. وأمضينا هذا الاتفاق مع أخواتنا الكاثوليك، باقي أخواتنا الجريك الأرثوذكس نجتمع معهم إزاي؟ هو ده الإشكال. هم 14 كنيسة وإحنا 6 كنائس، عملنا اتفاق نجتمع سنة مش عارف 87 ولا 86 وتأجلت ل 88 وتأجلت ل 89 ولا أعرف كيف يمكنهم أنهم يجتمعوا مع بعض ويجتمعوا معنا. عملنا اجتماعات تمهيدية للاتفاق في المسائل دي، ويبدو أن في إيمان واحد، لكن كيف يمكن تسجيل هذا الإيمان رسميا في اجتماع رسمي يحضره رؤساء الكنائس 20 14 والستة؟ الوقت كنا في الأول مختلفين وبنخبط في بعض، دلوقتي مختلفين لكن بنحب بعض. يعني البابا شنودة كلام واضح قوي صريح صريح. يعني احنا بنحب بعض، المحبة مش جديدة، احنا بنحب بعض مع الاختلافات. صحيح، يعني ما فيش مشكلة فيها. وبعدين حتى الكتاب الواحد، احنا في اختلاف في الكتاب الواحد ده. يعني في أسفار محذوفة عند البعض. أي. فهنتفق يعني كل نقطة تتبحث الأول هنوصل للاتحاد. لما هنصلي زي ما نصلي ارتجالية يعني. وبعدين في قانون زي ما حضرتك قلت كنيسة تقليدية.
تراديشنال يعني أبائية. يعني أبائية ترجع. طيب كويس، في قوانين بقى في قوانين زي ما الأستاذ مينا كيف فسروا الكتاب في قوانين، يعني لو حد صلى مع كذا هيحصل كذا، يعني في قوانين منظمة. هلك قوانين مفعلة ولا هنكسرها؟ في حرمات من الكنائس. هتتحل ازاي ده حرم ده وده حرم ده، لازم نقعد ونتفق، لازم نقعد ونتفق كلنا يعني. نفس. طيب في مصطلحات عايز اعرف راي حضرتك فيها، انه مثلا في وحده بيقال في وحده تكامليه ووحده تماثليه. كويس، ايه معنى المصطلحات ديت وهل هي برضو افكار جديده زي ما استاذ مينا قال، ولا هي مصطلحات؟ لما احنا عندنا مكتبه لاهوتيه بمصطلحات عظيمه من القرن الرابع لما بدات يبقى فيه الافكار المختلفه، الكنيسه حطت لكل حاجه الحل والعلاج واللفظ والحرف كان عليه خلافات كتير. يعني التكاملية دي يعني حاجة حديثة وتعبير دنياوي أو سياسي شوية يعني. يعني أنا مثلا هديك مثال، أنا بنتج مثلا أسمنت وحضرتك بتنتج حديد، فبنكمل بعض عشان نبني. أنا بزرع قمح وحضرتك بتزرع رز، فهكذا. فدي تكملية. هل أنا عندي عقيدة وحضرتك عندك عقيدة، جزء من العقيدة وأنا جزء من العقيدة، هنكمل بعض؟ لا طبعا. يعني في العقيدة مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. دي عقيدة عمل حضرتك بتقول اهو، يعني ده عمل مشترك مثلا، واحد يجيب الأسمنت على الحديد. ما ينفعش. فهي بالتالي العقيدة تثبت، يعني زي ما قداسة البابا قال، يعني طبيعة المسيح محددة خلاص، خلصت قطعناها. اللي بقى في حاجات بقى بدع أو أفكار منحرفة ظهرت حديثا في القرون الوسطى وحتى للقرن العشرين. هل اللي ابدعها انا ملتزم انا اخدها معايا، ولا هو يرجع للاصل؟ ما احنا كنيسه رسوليه. فالبدايه واحده كانت يعني. فاللي خرج وعمل طب ما هل انا اروح معاه ولا الاصل يرجع للاصل؟ يعني نعرف راي برضو استاذ مينا في النقطه دي والمصطلحات دي. وبص حضرتك، الوحدة في العموم ممكن اقتبس حاجة من قديس بولس الرسول لما بقولك أنواع مواهب موجودة وأنواع خدم موجودة ولكن الروح واحد. هنا ممكن اخدها كده وافسرها على حتة الوحدة في العموم. الوحدة ده يعني الروح الواحد، يعني الإيمان الواحد. تمام، ده الوحدة. من تحت فيه المواهب المتنوعة، يعني واحد مثلا عنده إخراج الشياطين. أنا ما عنديش إخراج الشياطين. هل أنا مرفوض في الوحدة الإيمان المسيحي مثلا، أو الإيمان بربنا والإيمان بعمل المسيح الفداء وكده؟ لا، أنا مش مرفوض، لأن إخراج الشياطين هي موهبة لصالح بناء الكنيسة اللي فيها وحدة واحدة. واحد مثلا واعظ كويس أو متكلم كويس، في واحد تاني مرنم وصوته جميل. دي كلها من تحت الوحدة. مش الوحدة مش تكاملية، لكن هي وحدة بمعنى للإيمان والعقيدة حاجة واحدة، أي إن إحنا بنعبد ربنا. ومن تحت الخدمات متنوعة. دي حاجات بنكمل بعض فيها، لكن الإيمان هو إيمان غير مكمل. هو أنا إيماني ناقص عشان أكمله بإيمان حضرتك مثلا يبقى واحد صحيح، يعني أنا نص حضرتك نص. فدي الوحدة بقت واحد صحيح بكده، ولا الوحدة دي شيء عامل زي بالظبط زي فكرة المسيح لما كان بيتكلم الفريسيين اللي جم يجربوه، ولما بيقولوا له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، فابتدى يقول لهم أنه تم خلقة الرجل والمرأة من البداية كانوا ذكر وأنثى. ومش هيبقوا اتنين، وعشان كده الرجل بيسيب أبوه وأمه ويلتصق بامرأته. وبعد كده قال لهم كلمة حلوة، قال لهم والذي جمعه الله ليفارقه الإنسان. كلمة الذي في هو اسم موصول في اللي هو في اللغة اليونانية، عايد على الاتحاد الذي جمعه الله لا يفارقه الإنسان. الاتحاد اللي هو الوحدة. الله احنا لما بختار شريك الحياة انت اخترت خلاص، لكن في الأول والآخر الوحدة اللي مجمعاك، الوحدة اللي ربنا وحدك بيها. لكن احنا الزواج ده حاجة عادي انت اخترت، لكن الوحدة هي اللي بتجمعنا. ان في حاجة واحدة، في رابطة الهية، والرابطة دي انا ما اكسرهاش لأي سبب. انت اخترت، ولما اخترت عرضت على ربنا ان هو يكون يقدس هذه الشركة وهذا الزواج وهذا ما حدث. فهذا هو الوحدة. الوحدة التكامل ده في الامور اللي انا
مش قوي في اللغة الإنجليزية وعندي وفد وانت قوي في اللغة الإنجليزية فبقولك تعالى معايا عشان انت تنوب عني او تشرح لنا او هكذا. وبالتالي تبقى ايه الوحدة التماثلية اذا كان دي الوحدة التماثلية؟ الوحدة التماثلية اللي احنا يعني ده انعاد الفكر ده عشان دي زي ما احنا قلنا مصطلحات ما بتبقاش بالطريقة ديت، ولكن هو المفهوم بتاع التماثل ان هو كلنا يبقى مماثلين نبقى زي بعض بالظبط. بالظبط. لكن برضو هرجع واقول ان الوحده بتكون حاجه واحده وهي بتشمل من تحتها كل حاجه. زي ايماننا مثلا ارثوذكسي، كلنا في الكنيسه الارثوذكسيه ارثوذكس، لكن جوه الكنيسه هنلاقي الاب الكاهن هو بيصلي، انا ما بقومش بدوره، لكن اخويا الشماس المرتل هو صوته حلو فبيقود الشعب، ربما هو مش واعظ. واحد تاني ممكن وابونا نفسه ما بيقومش بدور المعلم الكنيسة او الشماس كده، وفي الشعب موجود، فكل واحد ليه دور هنا. كنيسة مقسمة، يقول الكاهن يقول الشماس يقول ده التكامل. انما الايمان او العقيدة او الوحدة دي حاجة اسمى واعلى من انا نكون كلنا في حالة نقص لنكمل بعض، ولان ده حاجة بتاعت ربنا فدي حاجة الهية. يعني العقيدة دي حاجة بتاعت ربنا، مش انا اللي لسه هنفكر بنقائصنا نكملها مع بعض. طيب اخد تليفون معايا الاستاذ ماجد عطية الباحث. مساء الخير يا استاذ ماجد. سلام يا استاذ اهاب. يعني حضرتك اكيد متابعنا وعندك شيء عايز تقدمه في مداخلة او كده، يعني تفضل. على العموم اشكر حضرتك وبقول مساء الخير للضيوف الكرام، طبعا الدكتور اشرف جبره والاستاذ منى سليمان. وانا سمعت الحته اللي هو كان اللي انا كنت هطرحها، لان يوم الخميس اللي فات انا سمعت الحلقه كلها. اتفضل. في حاجات مش كنتش مش عارف استصيغها اصلا، ولا حتى هي مش مصطلحات ارثوذكسيه اصلا، مثل التكامل والتماثل. ولما كيف اللي عندك اتكلم وقال ان التكامل السيد المسيح اتكلم عنها في العهد الجديد، انا دورت على التكامل ده ما لقيتهوش، ما لقيتش غير لا تظن ان جئت الانقذ ناموس او الانبياء، ما جئت الانقذ بل لاكمل. التكامل اكمل هنا مش معناها ان احنا كل الكنائس تكمل بعض، فما انت عندك في كنائس مش بتعترف بالاسرار السبع، وفي كنائس ما بتعترفش بالكهنوت، وفي كنائس بتجوز المؤمنات لغير المؤمنين، وفي كنائس بتجوز الذكور مع بعض، وفي كنائس بتجوز يعني جواز مختلط غلط. هل ده التكامل اللي احنا بننظر اليه؟ هو ده التكامل ولا كان قصده حاجه تانية؟ انا فهمتش يعني ايه التكامل. وممكن كمان حتى الدكتور اشرف والاستاذ مينا يوضح النقطه دي بالذات، التكامل هنا بين الكنائس، هل انا عندي كنيسه ارثوذكسيه عندي النقص اروح اخده من غيري؟ طب ايه اللي عندك ومش عندنا؟ وما فيش غير دلوقتي انا ما عنديش جواز المثليه والجنسيه والحاجات زي كده، هل انا هاخدها منهم؟ ما لازم نكمل بعض بقى ونبقى زي بعض، وما حدش ما يجيش في يوم من الايام نقول لا احنا كلنا كده لازم تتجوز البنات عندك في الكنيسه ولازم الاولاد الذكور يتجوزوا في الكنيسه. ما ده التكامل بقى اللي هو بتسأل عليه. فانت فاهم قصدي ايه؟ لكن كلمة التماثل زي ما أستاذ مينا قال، هو كلنا واحد في المسير، وهنا غير 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 كلمة التكامل. فلما لما كنت أتكلم بخصوص كلمة ما جئت لأنقذ ناموس بل لأكمل، السيد المسيح هنا كان نظر لحاجة تانية. في الآية بتاعت في مادة خمسة قالك قد سمعتم من قيل لقدماء لا تزن، طب صحيح ما الوصال 10 مكتوب لا تزن لا تقتل لا تكذب، بس السيد المسيح لما جه قال لك لا انقذ الناموس بل اكمل، كان بيوضح قبل الخطيه في خطوات قبل الخطيه اللي بتوصلني للخطيه. ده التكامل اللي بالنظر للسيد المسيح كان بيكملها لاكمل، لكن التكامل ما كانش السيد المسيح يقول ان في يوم من الايام الكنيسه الواحده هتتقسم نتيجه لاسباب اخرى، طبعا عندك المجامع وعندك كل حاجه موجوده ممكن ترجع لها، بس كلمة التكامل اللي قالها بالمثل اللي هو غير سليم اللي هو موضوع الزوج والزوجة، وانت تقول وتهز في دماغك انا اسف هتكلم انا شفت صورة الطريقة بتاعتك انت مشيت وراه،
قلت ايه ده؟ ايه المثل ان الزوج والزوجه بيكملوا؟ لا طبعا، ده بالنسبه للزواج ده، ده اتحاد الذي جمعه الله لا يفارقه انسان، ده اتحاد ربنا هو اللي قدسه. انت بتختار الزوجه وهي بتختارك، فده اتحاد الهي. ربنا الذي جمعه الله لا يفارقه انسان، ده بصفه التكوين. ثانيا ده قال لادم لما خلقه، لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين جسدا واحدا. ده في تكوين 2 ايه 24. يعني مفيش ما فهمتش ان خد الايه دي عشان يطبقها على التكامل بين الكنائس كلها مع بعض. لا طبعا، ده كانت في حته يعني مش عارف، يعني في القانون عندنا اسمها تدليس، يعني في الغش وتدليس كده في القانون، انا حاجه زي كده. لما تحب تقول حاجه لحد وتقنعه بفكره عندك، بتاخد له ايه وتقول له شوف اهو التكامل اهو، انت بتختار زوجتك عشان انت عندك حاجه ناقصه وهي عندها النقص، فانت بتكملوا بعض. لا طبعا، مثل رديء قوي قوي قوي. يا ريت لو الاستاذ اشرف وزميلنا عندهم ايضاح اكتر، يا ريت. بشكرك. طيب انا بشكرك جدا استاذ ماجد. انا كان باقي لي سؤال في المحور ده، لكن لو عندكم تعليق على المداخله اتفضلوا، يعني زي ما هو طلب. يعني حضرتك عندك تعليق؟ لا ده انا بشكره، يعني جاب مثال امثله كويسه. اتفضل عندك تعليق. واحنا اتكلمنا يعني هو قبل ما يدخل كنا احنا اتكلمنا عن النقطه ديت، ان هو ان الوحده حاجه وان انا بكمل اي حد بيكمل اي حد، دي حاجه تاني. احنا ككنيسه مش ما ينقصناش حاجه عشان يبقى في تكامل، لكن احنا بنسعى لاجل الوحده اللي بينشدها وبيردها، يعني بيردها شخص المسيح بس. اللي هو قال لك اللي فكره ان هو في الحديث الوداعي مع الاب اللي هو ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. بس تمام. دكتور كنت هتقول حاجه. هو يعني بتتقال، وديك مثال ليها مثلا. صاد. لما نيجي نتكلم على سر المعموديه، احنا عندنا فعاليه للمعموديه، ولاده جديده. في اخرين بيعتبروها ان اعلان ايمان فقط، يعني مش ولاده جديده، يعني ما فيهاش الفعالية دي، وتيجي تطبقها بقى بالرش. لو حضرتك عايز بالتغطيس نغطس. هل دي هتبقى متفقة معانا؟ يعني لو انت بتحب التراتيب احضر في الكنيسة دي التراتيب، بتحب الوعظ ده روح الكنيسة دي احضر الوعظ ده. فده مش وحدة. الوحدة لناش كلنا نتمنى ان نوصل لها، لوحدة العقيدة والإيمان الأول والعقيدة بعد كده. كل الأمور اللاهوتية العميقة تكون متفقة ومحطوطة في سياق متفقين عليها كلها. وبقى الجوه بقى ترتيبة، زي ما عندنا مثلا احنا بنصلي بقداديس، في ناس بتصلي بقداس يوحنا ذهبي الفم وكذا، ده ما فيش مشكلة. انما مش هيودي لمشكلة في العقيدة. لا ما فيش مشكلة. يعني انما جسد ودم ولا خبز وخمر. الوحدة اللي ننشدها وحدة كاملة، لان دي هتدي قوة للكنائس كلها، هتدي قوة للكرازة، الوقفة هتبقى أقوى، هنبقى أقوى في وسط المجتمع وهكذا. وطبعا وصية السيد المسيح، هو شبهنا بالعلاقة واحد زي الأب والابن، ما فيش أقوى من كده يعني. أي. طب أستاذ مينا، عايز أقفل المحور ده بسؤال أنت برضو يعني لمست عليه، بس برضو عايز أفوكس، عايز أبروز الحتة دي. هل الكنيسة، حضرتك قلت من شوية الكنيسة تحب وتتمنى وتصلي وتخلص وتتواضع وإنها تبقى جاية بنية فعلا إنها عايزة تصل لاتحاد الإيمان أو للوحدة دي، هل الكنيسة بذلت مجهود حقيقي في هذا الأمر يؤكد الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ بالطبع. هو الكنيسة فعلا من فترة ربما من عهد القداس البابا كيرلس هي اشتغلت على الحته دي. لكن برضو انا عايز ارجع للنقطه، زي ما قلنا ان في حاجات المفروض تكون متوفره وموجوده. يعني توافر الركائز اللي هي المحبه والصلاه والانعقاد النيه والتواضع كل ده. في برضو ممكن تبقى هي نفسها عوائق، عدم وجودها فهو عائق نحو الوحده. طبعا كمان في نوع من العوائق، ان هو في مثلا في مجالس الكنائس، ان كان العالمي المسكوني بتاع الشرق الاوسط افريقيا في مصر الى اخره،
في عدد كبير قوي من الكنائس اللي هي لو وقفنا نصلي مع بعض هم يعني مثلا الشركة الحية بالنسبة لنا احنا شركة الخبز الواحد او الجسد الواحد اللي هو جسد المسيح في الإفخارستية. ما هو ده الهدف، الوحدة المنشود. طب هم اساسا في ناس مش معترفة بالإفخارستية اصلا، يعني مجرد ان ده ما بنؤمنش بيه. تاني حاجة ما عندهمش كهنوت اصلا، هم رافضين الكهنوت رفضا تاما. فده برضو هيبقى عائق كبير لازال موجود هو بالرفض. بس اسمح لي يا استاذ مينا، لو هنا حد منهم برضو بحاول اخد طبعًا يعني طبعًا مقعد طبعًا ده دور الاعلامي دايما طبعًا طبعًا. يعني لو حد قال لك احنا دايما نجتمع من اجل العمل المشترك لخدمة المسيحيين، ولما بنقول حتى كلمة الوحدة بيبقى قصدنا وحدة عمل، وحدة ان احنا يعني اقول مثلا ما هو كنايس بتشتغل حتى مع غير المسيحيين خالص من اجل نهضة شعوبها، ان يعمل مشروع تنموي، يعمل مشروع وقيس بقى على ده بقى هتقوله ايه بقى؟ هقوله يبقى احنا كده الموضوع بقى خارج المسيح، لان احنا بنشتغل زي يعني زي اي مؤسسة بتشتغل في المجتمع. ما في ناس بتروح يعني انا وانت وبتاع ومثلا ودكتور وبنعمل حاجة صغيرة كده ونروح نخدم ناس فقيرة بعيدا عن المسيح عادي. انا شايف ان دول معدمين وفقراء ومحتاجين فبنروح نشتغل. فالموضوع ما بقاش الوحدة اللي احنا بنقصدها، اللي احنا اللي هي المنشوده من بعد ما اتكلمناش عنها خالص بقى، اللي هي الوحده بقى اللي احنا بنحكي فيها دي. لكن انا بتكلم يعني على الوحده اللي احنا عاوزينها، هي وحده الايمان في الاول. يعني حضرتك شايف انه هذه اللفظه لابد ان هي تظل تعني وحده الايمان ووحده العقيده زي ما قال دكتور اشرف بالظبط. لكن موضوع المشاريع دي اي حد ممكن يعمل الكلام ده اجتماعي. يعني ممكن اي حد ممكن يعمل الحاجات اللي فيها المشاريع، ودي حاجه يعني نطوبها ويعني وان احنا نوافق عليها، وده شيء محمود وكويس او ان احنا نسمن عليه. لكن الموضوع الايمان والوحده الايمانيه ده بيخليني مثلا لما نقف كلنا نصلي قانون الايمان، ففي ناس ادخلت على قانون الايمان اللي هو القسطنطيني بتاع القسطنطيني 381 اللي هو نعم نؤمن بروح القدس، اللي هو المفروض الاباء اللي كانوا موجودين الاسقفه المنبثق من الاب هم اضافوا على هذه الصيغه واضافوا كلمه والابن لمجرد ده. طبعا بعد مش بقانون، مش بحاجه مجمعيه كمان يعني مش كنائس الارض كلها اجتمعت الإيمان بالمؤمنين بالمسيح اجتمعوا الآباء بتوعهم وقرروا الإضافة، لكن ده حاجة شخصية وتم أو بتمثل طائفة واحدة أو بتمثل كنيسة واحدة، ولما خرج منها بقى الكنائس الأخرى خرج منها فخد ورث هذه الصيغة بقت موجودة. فطبعا احنا نرفض هذه الصيغة لأنها صيغة أولا ليست صحيحة ومش في محلها. تاني حاجة احنا ماشيين على مكان هي مخالفة للآباء العالم كله اجتمعوا عليه بالظبط كده. فاحنا عايز ألمس نقطة قبل ما نقفل المحور ده، لأن عندي يعني معلش احنا يعني نعتذر لحضراتكم ان احنا ارهقناكم بس عندي محور تاني مهم جدا عن فكرة الدينونة والعقوبة الأبدية. بس قبل ما أدخل فيها يعني زي ما قال برضو في كلمة قالها أستاذ ماجد عطية لفتت نظري، وهي فكرة إن أنا أستخدم كلمة الوحدة عشان أعبر عن عمل مشترك. هو قال ده في القانون بنسميه تزييف، فعايز أعرف برضو رأيكم يعني. هي بتتقال تدليس برضو أو تدليس، ما هو قال كده في قانون حضرتك بقى. طبعا يعني ما التوصيف مش في محله. يعني وبعدين انا يعني احنا هنوصل لايه يعني اذا كنا كل واحد قاعد بيصلي بعقيدة مختلفة؟ هيبقى هنوصل لايه؟ وادي مثال برضو لايطاليا مثلا او من غير مسميات يعني، او ايطاليا خلينا ايطاليا مش كنيسة يعني. جواز غير المؤمنين وصلوا لايه؟ يعني اعتمادا على تفسيح بولس يعني الخطأ يعني وصل ان هي رئيسة الوزراء من سنتين لما جت اول ما جت قالت ضيعتوا بنات ايطاليا لان الاولاد بيروحوا الناحيه الثانيه. يعني ايه يعني جواز غير متفق عليه في العقيده والايمان؟ هو تفسير عجيب برضه لانه واضح جدا بولس الرسول كان بيقول بوضوح ان ده كان بدايه الايمان طبعًا. فما فيش داعي نبوظ البيوت والراجل غير المؤمن مقدس في المراه المؤمنه، لكن ده مش معناه طبعًا. ان بعد ما بقينا واحد في المسيح بقى نعتمدين على ده. وهو لغايه دلوقتي لو حد غير مؤمن واتجوز ما تهدش البيت والاولاد عشان ممكن يتقدس في المؤمن يعني. فالنتيجه كده. نقطه ثانيه
لما بنيجي نتكلم على الاتحاد او وحده، طيب ليه اولا بعض الكنائس الرئاسيه يعني عندها حوالي مثلا مئات عشرات بلاش مئات عشرات الكنائس تحتيها، ليه هما ما يتحدوش الاول؟ وهل احنا هنتحد مع مين واحد فيهم؟ يعني اصلا الاتحاد مش كامل، هما مختلفين. ده هم متقسمين كنائس كتير في طائفة واحدة، ده في مصر يعني هنقول العشرات، انما لو طلعنا بره هنقول مئات بره مصر، فطب المئات دول الاول يتحدوا وهكذا، ونتكلم معاهم كوحدة، بلاش كلمة وحدة، نتكلم معاهم كطائفة واحدة يعني عندها نفس الفكر، كلنا عايزين الوحدة يعني ده، لان الوحدة قوة يعني. طب عايز اعرف برضو تعليق استاذ مينا على النقطة دي، لانه برضو اثرها استاذ ماجد ودي نقطة مهمة يعني. هو برضو عايز اقول حاجة بالنسبة اللي هم بيبرر ويفسر تفسير مش صح على ان هو الزواج بغير المؤمنين، ان رسول بولس هنا برضو في حتة بقول للمرأة اللي هي متزوجة، بقول ان مات يعني طول ما زوجها حي هي مرتبطة بناموس الرجل الحي، لكن ان مات زوجها ممكن تلبس كما هي، ولكن إن أرادت أن تتزوج فلتتزوج في الرب فقط. يعني في المسيح يسوع يعني تتزوج إنسان مسيحي، فده إعلان يهد يعني بعد بداية الإيمان في مجتمع معين خلاص مفيش السماحية دي أبدا. طبعا طبعا، لكن هو كان لما بيتكلم على نقطة معينة كان بيتكلم عن زوج حادث، إحنا اتنين غير مؤمنين أنا وزوجتي، واحد فينا آمن، فقال لك بص الطرف غير المؤمن لو عاوز يفارق يفارق، لو مش عاوز يفارق ويفضل موجود ربما فيما بعد يتأثر ولا حاجة، تمام بالسيرة الحسنة، وأنا مش عاوز أهد زواج موجود كان، فهو لكن لو عاوز يفارق يفارق، مش عاوز يفارق فيمشي، فهو ده كان النقطة. لكن أي مجتمع بقى كله مسيحي يبقى في حاجة زي كده، فده مش مظبوط. كنت أنا عايز أرجع لنقطة معينة اللي هو دور الكنيسة بقى في العمل والسعي نحو الوحدة. كان قبل البابا كيروس السادس كان الموضوع ان هو في زي فرقة او حاجة الى ان يتعامل مجلس الكنائس العالمي وكده، فالبابا كيروس اهتم بالموضوع، كان بعت على ما تذكر ابونا مكاري اللي هو صار فيما بعد انبا صموئيل المتنيح، وبعت كده، فابتدى ان هو بقى لينا دور وبقينا بنشترك. قبل كده كان حتى لما بنقرا في الكتابات مع بعض كان في ناس بتقعد ان هي في فرقة، وبسبب الفرقة بقى بيبقى في كلام صعب. ففيما بعد ابتدى ان هو ان احنا بنشترك، وبدا زي حوار ورايح وجاي، وجاء البابا شنودة برضو كمل، بابا شنودة الثالث كمل الحوار المسيره. وطبعا المسيره بتكمل بتبقى بنقرب مع اللي يملك رايه. يعني احنا وصلنا مع اخواتنا الكاثوليك في الكنيسه الكاثوليكيه، شفنا ده في الفيديو قصه البابا شنودة، عندي نقطه عظيمه في اللي هو الحوار اللي هو الخريستولوجي اللي هو حول طبيعة السيد المسيح، وشلنا اللي هو سوء التفاهم المتاخد تاريخيا عن ان احنا كنيستنا اللي هي بتقول كلام غلط. لا، وضحنا وأدنا أطاخي وأدنا نسطور في نتيجة الحوار ده. فده كان شيء حلو جدا. لما عملنا مثلا مع الروم الأرثوذكس طلع حوالي 16 كنيسة عملنا اللي قبلوا الصيغه بتاعتنا 3 كنايس، وبعدين لفوا لفوا ورجعوا عشان يروحوا باقي الكنايس الثانيه ما رجعوش. ليه؟ لان رؤيه كتيره. فشوف الكلام ده لما اروح للكنايس بقى اللوثريه والكنايس البروتستانتيه وجوه طوائف كتيره جدا، وهم في كلهم ما بيؤمنوش بالكهنوت، فالموضوع صعب. انا بقرب وعاوز وليا اشتياق، لكن الاخر عايزني اخرج من الثوب اللي انا فيه عشان أبقى عنده بالشكل اللي هو يريدني بيه، وهنا بيبقى ضياع في المفاهيم. طب معلش برضو ما قلتليش رأيك في النقطة اللي طرحها أستاذ ماجد وخدنا رأي الدكتور أشرف فيها، اللي هي فكرة أنه أنا مش مفروض أستخدم كلمة وحدة أبدا إلا في وحدة الإيمان عشان ما بقاش ده تزييف أو تدليس. عايز أعرف رأيك بصراحة. لا، ما هو إزاي؟ ما هو بيبقى في وحدات كتيرة يعني. يعني الوحدة دي زي الاتحاد، ما الاتحاد قوة وده مثل بنقوله. لكن الوحدة نفسها المسيحية لا، هو الهدف منها ان انا لنا الايمان الواحد، حتى يقول الانجيل كده اللي هو ايمان واحد رب واحد معمودية واحدة. فده المعنى ان احنا الوحدة دي ليها شكل معين. تمام. لكن حتة بقى ان انا ان هي امثلة كمان ده، لا، ما في وحدات كتيرة
في مسميات أخرى يعني. بس دي الفكرة. تمام. طيب قبل ما نتنقل للنقطة الرابعة أو المحور الرابع الخاص بالدينونة والعقوبة الأبدية وكده، نشوف بس جزء كده نيافت أنبر رفائيل كتمهيد للحوار ونفتح بعد كده الأسئلة. تفضل. هو طبعا دي فكرة نشأت في اللاهوت الحديث مش قديمة في الكنيسة مع نيو باتريستيك والناس بتوع اللاهوت الحديث دوت، قالوا إن الله صالح فما يصحش إن إحنا نوصفه بإنه يخلق جهنم عشان عقوبة للأشرار. وقال أساسا ما فيش عقوبة للإنسان، لما بيغلط هو بيوقع نفسه في عذاب الضمير والانعزال عن الله أو الفصل عن الله، الحرمان من الله هو في حد ذاته جحيم. بيستندوا ان في بعض الاباء قالوا كلمة ان الانفصال عن الله هو بعين ذاته جحيم، فعلا دي موجودة، بس دي ما انكروش وجود مكان اسمه الهاوية او الجحيم. فاحنا لازم نبقى فاهمين ان الجحيم مكان او يعني ايه، مش هنقدر نوصف هو مكان، لان احنا هنروح الا مكان والا زمن وحاجه غريبه عن اللي احنا خبره بتاعتنا، بس ما اقدرش اوصفها انها مجرد حاله نفسيه. يعني حاله نفسيه دي معناها ايه؟ بتخيل في قطر مسافر او طياره طلع من مصر لامريكا، وبعدين انا قاعد قلبي متلهف ان انا اجي واشوفكم واتقابل معاكم وشاف شعبنا، لكن قاعد جنبي واحد قاعد طول الرحله بيعيط، مالك يا عم؟ قال لي انا ابني مات في امريكا ورايحك فين. فاصبحنا احنا الاثنين قاعدين جنب بعض، واحد متهلل واحد كئيب. هل احنا الابديه هنبقى كده؟ نبقى احنا قاعدين سعداء وجنبينا الاشرار موجودين في نفس المكان، حالتهم النفسيه مش حلوه؟ مين قال الكلام ده؟ ده المثل اللي قاله المسيح بتاع الغني والعازر، قال بيننا وبينكم هو عظيمه. وبعدين لما بيؤمن أن المسيح يوم الجمعة العظيمة نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، هل نزل إلى حالة نفسية؟ لما نقول كسر أبواب الحديد ومطاريس النحاس مش عارف إيه وأخرج الأبرار، على فكرة دي عندنا وعند الروم الأرثوذكس اللي هم حاليا منهم ناس بيقولوا حكاية مفيش جحيم، نقول لهم طب إزاي كسر؟ يقول لك دي تعبيرات رمزية، ده انتوا عندكم ايقونات بتترسم فيها القصه دي بتاعت نزول المسيح للجحيم. وبعدين اخرجهم من الجحيم اصعدهم للفردوس، هل اتقال ان هو اصعدهم من حاله نفسيه كئيبه لحاله نفسيه كويسه؟ فطبعا هو دايما الانسان اللي بيغلط ممكن يكون كلامه صح بس نص ناقص. فانا ما اقول ان الانعزال عن الله والحرمان من نور المسيح هو بعينه هو العذاب، دي نص الحقيقة. النص الثانية ان في مكان للعذاب، المسيح قال نار لا تطفأ ودود لا يموت، فما يصحش ناخد كلام المسيح ونحرق. احنا مش هنقدر ننكر ان هو البعد عن ربنا هو عذاب وجحيم، بس ايضا زي ما نيافتك تقول في مكان اكيد للجحيم. طبعا نفس المشابه. اكمل حتى دي ان السيد المسيح نفسه قال إن هيجيب الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره، تعالوا إلي مباركة إبليس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، دول تبعدوا عني أشرار إلى النار المعدة لإبليس وجنوده. وسفر الرؤيا بيوصف فيه هاوية وفي بحيرة نار وكبريت. طبعا الكلام ده هم بيقول لك ده رمز أو ده حاجات على سبيل التعبير، لكن القديس يوحنا الذهبي الفم له عظات كثيره جدا عن الجحيم، لان هو كان واعظ وكان بيعمل اجتماع اسبوع زي البابا شنودة كده لشعبه، وكان دايما شايف ان الناس ماشيه في سكه مش حلوه في القسطنطينيه لانها العاصمه، كان يوبخهم، فكلام كتير قالوا عن الهويه والجحيم. فازاي ننكر ان الاباء شرحوا ان في هويه وفي جحيم بالحقيقه في عذاب ابدي؟ طيب نروح بقى للمحور الرابع. معلش هي استفسارات كتير بس وجود حضراتكم دي فرصة جميلة ان احنا نستفيد. يعني فكرة هل هناك عقوبة أبدية في المسيحية؟ هل الله ديان؟ هل الله يعاقب؟ هل ده يتعارض مع محبته؟ دي أفكار كتير ومطروحة الحقيقة، فاحنا
يعني بشفافية وبتجرد، عايزين نعرف من حضراتكم كده إيمان الكنيسة إيه في هذا الأمر. يعني أولا أسأل حضرتك يا دكتور أشرف، ليه البعض بينكر فكرة وجود عقوبة أبدية؟ هي سمة بقت منتشرة وبتتقال يعني مع كليروس أو رؤساء كنائس كمان أو حتى في أديان أخرى، إن ما فيش ممكن ما يكونش في عقوبة ويدخل الجميع يعني. ده ما إحنا في الأول والآخر هو المقياس بتاعنا هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس موجود يعني، موجود آيات كتيرة في متى مثلا 25-41، ثم يقول أيضا الذين على اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. طبعا هي النار أساسا هي مش المحبة دي للإنسان، هي النار مش معدة للإنسان، هي معدة للشيطان، معدة للإنسان مش معدة للإنسان أصلا، معدة أصلاً للشيطان والملائكة الساقطين معه يعني. إنما اللي بيمشي مع الشيطان راح معاه في السكة بتاعته، فهو عايز الجميع يخلصون. فالخلاص كان هو عايز الجميع يخلصون يعني، هو مش عايز يروحوا سكة النار الأبدية. عندك آيات مثلا يبقى فيها سيكون البكاء وصرير صرير الأسنان يطرحونهم فأتون النار، وهكذا آيات كثيرة يعني. الغني والعازر التألم وكان متضايق وهكذا، وقال له بيننا وبينكم هو عميق، هو عميق ده كان المكان انتظار. فبالتالي هي موجودة طبعا، ما نقدرش نقول النار مادية يعني بحطب يعني مادية، لأن مش هيبقى المادة موجودة، ما نعرفش بقى النار. إنما في تعب موجودة. تمام أستاذ مينا. بص، موضوع طبعا ده اللي دايما يثار، إن هو الإنسان الشيطان دايما في حربه مع الله ومع أبناء الله اللي هم بيحبوه وخلقهم وكده، دايما يعمل حاجتين، اللي هو بيريح ضمير الإنسان ودايما ينسيني فكرة دينونة. فألاقي نفسي مصيري انتهى فجأة، وهنا بلاقي نفسي أمام الله وأنا مش اللي هو الإناء بتاعي مش اتملى زيت، إن أنا ما عشتش مع ربنا، جهزتش نفسي. اتفاجئت بالبتاع، فالشيطان ألهاني في الحياة بعد فكرة الدينونة عني. ده أول حاجة. تاني حاجة إن هو فكر تاني إلغاء الدينونة تماما، بلغ الدينونة، إن في فكرة إن الله في عقوبة أو دينونة. هو بيلغي الأول التكوين من البداية يعني، دايما الشيطان يقول لك ده أساطير في الأول وما فيش نهاية أصلا، فاعمل انت عاوزه، اللي هو فكرة بقى القديس بولس الرسول اللي كان بيحاربها، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فهذه الفكرة إذا كان ما فيش حياة أبدية يقصد يعني، بالضبط، ولا قيامة ولا أي حاجة، يبقى دي نقطة. أما حتة في واحد ممكن يقول طبعا وهنفسر أكتر، اللي هو إزاي في نار والشيطان هو أصلا كملاك ومخلوق من النور ومن النار، إزاي هيتأثر بهذه النار؟ مش شرط النار اللي احنا عارفينها، بس هي نار للعذاب ومش نفسية بس. وأنا هدي مثال، أقول أنا إنسان مخلوق اللي هو من التراب، من عناصر الأرض. إزاي أنا من الجسد إن هو يجي حتة طوبة ولا زلطة من عناصر الأرض تأثر عليا؟ فإذن اللي مخلوق من النار دي في نار تأثر عليه، فالموضوع مش الموضوع إن أنا نار وهتطفي. طب إيه موضوع برضو جهنم؟ عشان في ناس بتسأل، سيد المسيح استخدم الصورة بتاع جهنم. جهنم ده كان وادي أصلا، وكلمة اللي هو ابن هنوم. جهنم ليه كلمة جام من الكلمة العبرية اللي هو وادي. وادي هنوم أو وادي ابن هنوم. الوادي ده كان اللي هو كان موجود بجانب الهيكل. وكانوا ياخدوا فيه الحاجات الباقية من الهيكل اللي ملاش أي لزوم في التقدمات وفي الزبايح، وكانت بترمى في هذا زي فضلات الوادي يعني أو كده. تمام، وبترمى في الوادي، فمع الوقت بتنتن بيبقى فيها دود. وبعد كده ما بيبقى فيها دود ملهاش حل غير إن هم يولعوا فيها بالنار. فالمسيح هو معدي مع الناس وبيشرح لهم، فبقول لهم انتوا شايفين وادي هنوم، ضرب لهم على المثال ده قساوة اللي هيحصل. يعني مثلا بيقول لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خدوا الصورة اللي قدام منه ديت المسيح وعمل عليها صورة صعبة جدا،
ولما اتكلم قال لك دود لا يموت ونار لا تنطفئ. انتوا شايفين ان الدود ده لما يولعوا عليه النار وقت ما بتنتن الدود بيموت, بيموت. بسبب النار, لكن هناك وبعد كده النار بنطفيها. ايوه, فهناك لا, الدود لا يموت ونار لا تنطفئ, وده بيدل على قساوة المشهد للخطاة المصرين على الخطية. وهنا المسيح لم يتراجع, بل في كل مرة في أماكن كتيرة جدا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك. وفي أماكن بيقول لك في جهنم مثلا, في متى خمسة, أنا قلت متى عشرة في جهنم, متى خمسة يقول لك في جهنم مثلا, تاني يقول لك في متى 22 في الظلمة الخارجية البكاء وصر الأسنان, ومثلا متى 8 إلى آخره برضو. ففي أماكن كده المسيح لم يتوانى في الأمر ده. طب يا رب ده أنت حنين, ده أنت كل الحنان وحنون مع البشر, ليه القساوة ديت؟ ليه الصورة القاتلة ديت اللي تخلي الإنسان يترعب؟ اللي هو كان من شوية يقول لهم إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون, على الناس اللي ماتت والناس اللي موتت. والسلوام والبرج بالضبط كده. فالمسيح كان ينذر بأن في شيء صعب, وده هنا المسيح ما كانش بيتوانى في الحق. بمعنى ايه؟ لما كان مثلا بيتكلم عن جسده ودمه ان هم حقيقي فعلا في انجيل يوحنا الاصحاح 6, وجم ناس من اللي كانوا بيسمعوه وكانوا بيسمعوه ماشيين معه على طول, ففي بطلوا يتقال عليهم تلاميذه. فتلاميذه ده كل اللي كان بيسمعه فاسمه تلاميذ, لكن الرسل اللي هم الاقرب للمسيح يعني. فلما سمع بيقولوا خذوا ان انتوا جسد ابن الانسان وجسده مأكل حق ودمه مشرب حق, ففي بعض مشي ورجع. لكن المسيح كان يقصد ان فعلا ده جسده ودمه حقيقي, ده حقيقي وده حقيقي. لو كان هم فهموا الاستعاره غلط وده حاجه استعاريه لهم ارجعوا, ده انا كنت بهزر معاك, ما اقصدش كده, ده كان مثال او استعاره او مجاز انا بقوله. لكن المسيح كان يقصد قوه الكلمات. ونلاقي بقى طول الخط الكتاب في العهد الجديد كان بيتكلم على الحته ديت, يعني فكره رفض الدينونه والعقوبه الابديه, الهدف منها ان الانسان يمتع نفسه باللي هو عاوزه ويبعد عن ذهنه اي حاجه تضايقه او تخوفه مما بعد, هو ده اللي مقصود بالظبط. وده عمل شيطاني او فكر شيطاني عشان في الاخر الواحد يصطدم بنهايته. وطبعا يعني ممكن برضو لما تقصد, يعني حضرتك تقصد ان الواحد لما يعني يبقى حاطط في ذهنه ده ممكن ده يرجعه بالظبط, لان في ناس بترجع, في ناس بالحب. يعني انا بحب الاستاذ, انا هو دي بتزعله فانا مش هعملها بالحب. وفي نفس تانية بعيده عني خالص. فحته ان هو الانذار ده, حتى القديس بولس الرسول لما كان حد يقول له الاخ اللي بلا ترتيب, فبالانذار انذروا الذين بلا ترتيب بينك. فحته الانذار دي معناها التنبيه, التنبيه القاسي. طيب في نقطه تانية برضو, نفس السؤال في المحاور اللي فاتت, سؤال معانا ثابت كده, هل هناك خطوره يا دكتور اشرف من انه يبقى مفيش دينونه؟ ما هو الناس تقول لك طب انتوا خاسس عليكم ايه؟ مش انتوا بتقولوا انتوا حلوين, انتوا اولاد ربنا, واولاد ربنا عمره ما هيجي جنبهم النار. حياتك من شويه قلت النار معده لابليس ولا ملائكته, يبقى مش للانسان. طب ايه الخطوره, ايه المشكله؟ هل في خطوره من الايمان بهذا الامر انه ما فيش عقوبه ابديه, انه الله لا يعاقب, وانه طبعا. بس السيد المسيح هو برضو قال النار الابديه. دي اول خطوره, ان احنا بقى بنكسر كلام المسيح نفسه. يعني في 19 لوقا 19:27, وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاحضروهم إلى هنا واذبحوهم. فبالتالي العقوبة موجودة, حتى لما تكلمنا على الشذوذ قلنا عقاب نار أبدية. فموجودة كتير يعني. الخطورة زي ما تيجي تقول مثلا مجتمع شلت منه القانون, شلت منه القضاء, شلت منه البوليس, خلاص منفك يعني. عمر ما ده, حتى المثل العربي يقول لك من امن العقوبه او العقاب اساء الادب. بالاضافه لزي لما بنتكلم على الصليب تقابل العدل والرحمه, وده برضو عدل. يعني اللي عاش في بالوصيه, واللي عاش امين, واللي عاش بيمارس الكتاب, يعني تعليم الكتاب المقدس وعقائد الكنيسه وكل الاعمال, يعني الايمان طبعا هو اللي هيدخل, والاعمال هي اللي هتدي له المكانه. فهو لو ماشي كده, وواحد ماشي على هواه ومريح ضميره, ان هو يعني هو طبعا تريح ضمير يعني, مش هيبقى عدل.
يعني زي ما في رحمة في عدل برضو، وهو قال كده يعني. احنا كمان دي امور يعني اسخاتولوجي او يعني اخرويات، فهو كشف لنا حتى الاخرويات فيها موجودة، فاحنا واثقين من اول الجلدة لاخر الجلدة بكلامه، فبالتالي هو قال كده، هو عارف. صحيح. استاذ مينا عايز تتعلق ولا اسألك سؤال تاني؟ هو اللي انا عايز اقوله انك يعني الله كلي الحب. ايوه ما دي اللي كنت هسألها لك. هل يتعارض او هل يوجد تعارض بين كون الله كلي الحب ورحوم وبين انه عادل وديان؟ يعني برضو دي كنت هسألها لك، بس كنت بسألك لو عندك. هو دي حاجة، بص الله هو كامل في كل شيء. أيوة. ودي من صفات ربنا دايما، يعني انا مش هقلل من الحاجة بتاعت ربنا. الله كلي الحب ومقدم، يعني بقول لك بسط يدي طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم. أيوه. ما عندوش مشكلة يعني، ودايما يقول كده النفس اللي هترجع، يعني لدرجة إن هو قال في سفر إشعياء إن أنا لا أعود أتذكر خطاياكم بل أطرحها في بحر النسيان. أيوه. مش هفتكرها تاني، وكأنك لم تخطئ أصلا يعني. أوه. لو كانت الخطايا بتاعتك كالقرمز مش عارف إيه هنساها وهترجع تبيض زي الاول خالص، يعني لو كانت حمرة خالص فانا هرجع هنقيها خالص بشرط التوبة. فهنا الله هنا يعلن قداسته. القداسة بتاعته زي ما انا في ان انا بحبك وبقدم لك كل حاجة، لكن انا ارفض الخطية وارفض فكرة ان هو الانسان يعيش ومصر بالخطية الى النفس الاخير. فهو الله وضع الحاجة اللي هو العقوبة ديت موجودة، والعقوبة ديت انا عايز اقول تاني ان هو ممكن تكون مش بالنار طبعا اللي هي اللي احنا شايفينها ديت، لكن هو عقوبة وقاسية والله لم يتراجع عنها. حتى في سفر الرؤية لما بقول لك ان تروح في البحيره المتقده بنار وكبريت مثلا، حتى الاباء بياكدوا على انه الجسد والنفس والروح لان هم الثلاثه اشتركوا في الخطيه، برضه بيشتركوا في اشتركوا في, في في الاخر في المجازاة، ان كان في الخير او في ان كان ليه الحياه الابديه او ليه البحيره المتقده بنار وكبريت اللي هو يقول عليه في سفر الرؤيا الذي هو الموت الثاني، اللي هو الموت الاخير اللي هو الموت الابدي، بس هو موت مش للانقضاء مش للفناء. يعني الإنسان مش راح يفنى بسبب التعب اللي هيقاسيه، لكن هو تعب قاسي جدا وما بيخلص لأن أنا العذاب ده موضوع للجسد والنفس والروح. لو هو الجسد اللي هو ألم نفسي فقط، فأين الجسد الذي تمتع بكل شيء وحش في الحياة؟ وأبعد الله وأنكر وجود الله، فين الجسد وفين الروح؟ قال دكتور أشرف في مقابل جسد آخر صحبه طلب من الله يعينه أن يتقدس هذا الجسد طول مسيرة الحياة، ورفض الشهوة وضحى من أجل الله بأكل معين وعمل تعب وعمل خدمة وعمل مطنيات وعمل ده حقيقي. مش عدل، لكن الخطورة إن أنا أهون، إن أنا أعمل تهوين لفكرة ده هو موضوع نفسي، تبقى مش شايف ربنا بس وبعيد عن النور. في ناس يقول لك أنت كفاية إنك بعيد عن النور، إن أنت في الظلمة الخارجية وخلاص، هو ده عذابك. أنت كده بتهون على حد. ممكن يطلع لك واحد يقول لك أنا النور بيضايق عينيا أصلا، بالظبط ما بحبش النور، أو واحد إن هو عاش طول عمره في الكائن ليلي ما بحبش النور فيقول لك ما هي هيها. واحد عايش مش سعيد. بس انت قلت حته جميل قوي يا استاذ مينا، قلت انه مهما كانت الخطايا يعني حتى بما فيها المحاور اللي طرحناها النهارده، انسان بيقسم في جسم الكنيسه، انسان بيشز جنسان وهو عارف وعايز ومصر، انسان بيقول انا يعني مفيش عقوبه ابدا، انسان بيقول الكتاب اساطير، حين العودة وحين التوبة وحين الرجوع الله ينسى كأنه ما حصلش. والله ينسى كل ده. أنا صحيح يعني فاهم صح والله ينسى كل ده ويعاملك كابن بار بالتمام يعني يعني كابن بار بالتمام، وده عنصر التوبة، عنصر اللي عمله السيد المسيح اللي هو الشفاء الكامل، اللي هو رفع كل حاجة وحشة عني وشفاني، شفى طبيعتي ورفع الطبيعة ديت مرة تانية وقدس الطبيعة ديت، ويعني كل ده لصالح الإنسان في الآخر. فما فيش حد عاوز إنه يهلك، والله لا يريد أي إنه يهلك أي حد، بل إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هو ده الهدف. هذه إرادة الله قدستكم. ده السماء كمان هتبقى فرحانة. أيوه. ولينا مثال في اللص اليمين.
ايوه صحيح اخر لحظه. هنا بقى يا دكتور بقى ما حدش يقدر يقول بقى طب فين العدل اذا كان ده يعني عمل وانتوا بتقولوا خلاص لانه الرجوع ده توبه ده تحول ده ولاده جديده ازاي في وسط الالام دي قال كده يعني ده معاناه قد ايه. وبعدين ما عندك مثال تاني النص التاني التريق وما عملش حاجه هو مسك الفرصه. طب انا عايز اكد مع حضرتك بس على النقطه الاخيره اللي طرحها استاذ مينا اللي هي فكره انه هنا في خطوره لو انا قلت ان العقوبه روحيه بس او انها نفسيه بس او جسديه بس يعني ان مجرد ان انا هبقى بعيد عن النور او ان انا يعني مش هتشترك الجسد والنفس والروح في العقوبه في خطوره التعليم. صح؟ التعليم إيه؟ الجسد شارك الروح فهيشاركوا في المجازاه ان كان مجد او كان عذاب فالاثنين هيشتركوا. ربنا يرحمنا وينجينا من كلنا امين يا رب من كل عقوبه ان احنا مدعوين للفرح ومدعوين للمجد. الكل مدعو طبعا الكل مدعو هو جاء لاجل الجميع خلاص مقدم مجانا للجميع حتى بس الحقيقة أي كلمات للشكر يعني هتعجز. لا أنا عايز أأكد على نقطة معينة برضو إن هو بعض القيامة العامة إن إحنا إن كان الحلو ولا الوحش هو هيقوم في طبيعة أخرى تناسب المكان اللي هو هيروحه. يعني الإنسان اللي كان بار في حياته ويحب ربنا وعاش معاه مع ربنا هيقوم بطبيعة ممجدة أجساد نورانية اللي هو تستحق أو الله أعد لي أو هي أعدت للمكان الكويس اللي رايحة. لأن جسدنا اللي هو الفاني ده بأرواحنا وأجسادنا لن مش هتستحمل طبيعة المكان المجد السماوي. أكيد. فالله بيؤهلنا أو بيعمل المفروض اللي هو ينفع للمجد السماوي. وفي المقابل المكان اللي هو يبقى فيه العذاب الأبدي ده اللي هو الله بيبقى عارف شكله ايه مهما كان الشكل بتاعه بس هو صعب جدا. لكن هذا الانسان اللي ما كانش كويس وعاش لنفس الاخير ضد ربنا ورافض عمل الحياة مع القدس الله في الدعوة للإيمان والتوبة ورافض ربنا للنفس الاخير ان هيقوم بجسد مؤهل او اعد للمكان ده بجسد ونفسه وروح. ايوه بالظبط يعني كل الانسان كل الكيان كل الانسان بس بجسد ما كانش جسد كده لان جسد كده لو اترمى في النار ولع خلاص وانتهى. ايوه صح. لكن جسد بيبقى ليه معدل مكان معين. انا بشكركم جدا جدا شرفتونا وارجو ما نكونش يعني تقلنا على ذهن الناس لكن حقائق كان لابد من توضيحها واستفسارات لابد من الاجابه عليها. دكتور اشرف جبرة دكتور رافع العلوم اللاهوتيه والاستاذ والمحاضر باكاديميه ارسطو بشكرك وشرفتني. انا اللي بشكرك واشكر القناه وبشكر الانبار ميه طبعا ادانا الفرصه دي ونشكر المشاهدين كنا خفاف عليهم يعني. ان شاء الله. استاذ مينا سليمان المحاضر باكاديميه ارسطو بشكرك جدا على وجودك معايا. كتر خيرك وتعبناك وسهرنا الساده المشاهدين. بشكركم جدا جدا. هنشوف جزء ابتدينا بيه شفناه لقداسه البابا شنوده ونقول لكم تصبحوا على كل خير. أعداء بيعتك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلهم حل تعظمهم عرفكم ضعفهم سريعا ابسل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخيته. أمين يا أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف فرجات رجات يصنعون.